اوكي شكرا. صباح الخير. اسمي جاك رباط في أوسط أفريقيا مع مؤسسة ويكيميديا. وأنا كثير فخور ومبسوط إن أنا معاكم بويكي عربية هون بالمغرب. أول مرة بالمغرب، فبكرة إن شاء الله لما أطلع على الفريب السبع ولا ثمان ساعات بعرف شو اللي راح يخدمنا. السوشيال إيفنت بكرة إن شاء الله نكون كلنا مع بعض ونشوف مناطق جديدة بالمغرب. هاي ثالث ويكي عربية. قبل سنتين كنت بمصر وقبلها كانت بالأردن بعمان. أنا أصلي من الأردن وحابب اليوم أحكي معكم عن أهمية الشراكات وأعطيكم زي شوية أمثلة عن الشراكات اللي عم نشتغل عليهم بمؤسسة ويكيميديا. وبعدين رح ندخل نقاش مع ضيوفنا من جوجل. في عندنا شوية أسئلة حابين نفهمها من جوجل ونقاش معهم. بعدين رح يكون في وقت لأسئلة منكم. طيب رح أقعد أنا عشان في نوت فخليكم معي. طيب هلأ قبل شوي فاليري حكت لنا عن الميديوم تيرم بلانز، هم الخطة المتوسطة لحركة ويكيميديا. ففريقنا الشركات بالمؤسسة دائماً بنفكر بخطة المتوسطة لما نبني الشركات. فأنواع الشركات اللي نبنيها بالمؤسسة هي شركات مع منظمات غير حكومية ومنظمات غير ربحية، مع حكومات، مع مؤسسات تعليمية، القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا. راح أعطيكم شوية أمثلة. إذا كنتوا بويكيمانيا أو ممكن سمعتوا عن الشراكة بين ويكيميديا و United Nations Human Rights، هي بتكون المكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فاتفقنا معهم بجهد كمان من ويكيميديا أرجنتينا لدعم إنشاء محتوى متعلق بحقوق الإنسان على مواقع ويكيميديا. مثل ثاني عن الشركات، السنة الماضية وين وصعب؟ هاي وصعب. السنة الماضية زارتنا كاثرين المديرة التنفيذية على الأردن ووقعنا اتفاقية مع جامعة الهاشمية. فممكن اليوم الساعة 4 في عنا زي سيشن نحكي عن أنواع الاتفاقيات والشركات، فممكن نحكي بها شوي تفاصيل أكثر. في شراكة مع الجي اس ام اي. جي اس ام اي هي الجمعية العالمية للاتصالات المنتقلة. في بنينا زي شيء اسمه الموبايل انترنت سكيلز تريننج تول كيت، طويلة شوي. مست. المست هي مجموعة أدوات تدريبية لمحوى الأمنية الرقمية. فخليكم أعطيكم شوية تفاصيل عن مست. ما هو مست؟ يرشد مست مستخدمي الإنترنت لأول مرة كيفية العثور على مقالات ويكيبيديا أو ويكيميديا في بلغتهم. هاي الشراكة مع الشركات الاتصالات. والأهداف اللي حبينا نتفق عليها هي الوصول إلى الإنترنت، تحسين المهارات الرقمية، زيادة الوعي، والعمل من أجل تحقيق جودة التعليم للأمم المتحدة رقم 4. بنفس مست كمان في ويكيبيديا موجول وفي واتساب ويوتيوب جوجل سيرش وفيسبوك. طيب خلينا نحكي شوي عن جوجل وعن شراكتنا مع جوجل. من التعاون بين جوجل والمؤسسة وويكيميديا صار لها يعني سنين، يعني من زمان نتعامل مع بعض ونشتغل مع بعض عن ركائز محددة. بس السنة الماضية وقعنا اتفاقية رسمية بيننا،
وحابين اليوم نحكي شوي عن التفاصيل. السلايد اللي بعدها حاولت اترجمها بالعربي بس حبيت افرجيكم هاي السلايد. هاي السلايد هي النموذج الشراكة بين جوجل وبين المؤسسة، وهي المبادئ التوجيهية للشراكة، الـ guiding principle للpartnership. تم بناء الإطار التالي بشراكة مع ويكيميديا، وهي الصفحة هون في جميع أعمالنا نتماسك بمبادئ ويكيميديا. والمبادئ الثلاثة هم الشفافية في التنفيذ (transparency)، دعم وجود تضارب في المصالح، عدم وجود تضارب في المصالح، ودعم المجتمع. وهاي السلايد بتحكي عن نموذج الشراكة. حددنا شيء سميناه الانجيجمنت لينز، يعني مسارات الشراكة ثلاثة. والمسارات هم ثلاث مجالات رئيسية ذات أهمية لحركة ويكيميديا، وهم تطوير المحررين وإنشاء المحتوى، الوصول إلى المحتوى والدقة، واستدامة المشروعات. أعطيكم شوية أمثلة. عن النقطة الأولى، تطوير المحررين وإنشاء المحتوى، حوالي قبل سنة كان في تجربة جربناها مع جوجل بالهند، اسم البروجكت هي بروجكت تايجر، مشروع النمر. بروجكت تايجر كانت فكرة إنه نتعامل ونشتغل مع المجتمع بالهند ونفهم إيش المحتوى اللي مش موجود. يعني إذا في حدا بيعمل سيرش على جوجل لأرتيكل بلغتهم بالهند وما في مقال على ويكيبيديا، عملنا زي ليست عن كل المقالات، والمجتمع بالهند اشتغلوا مع بعض حوالي 3 اشهر وكتبوا 4600 ارتكل ب 14 لغه هنديه. فاخذنا هاي التجربه وحبينا نكبر هاي التجربه. فممكن انتم سمعتوا عن مشروع المعرفه. مشروع المعرفه شيء زي البروجكت تايجر بس بالعالم العربي، ويمكن هلا اليوم وبعد بكره وبكره نحكي اكثر بتفاصيل مشروع المعرفة، ونشوف إذا في حدا حابب كمان ينضم معنا عشان نبني هذا البرنامج بالعالم العربي. وكمان مش بس بالعالم العربي، في بإندونيسيا وبنيجيريا وبالهند كمان مرة رح نرجع نعيد. هو اسمه جلوب. والنقطة الثالثة هي استدامة المشروعات. مثل هون كيف مثلا جوجل عم برعاية المؤتمر هون في يعني بجزء المؤتمر عم سبونسرشيب. طيب هاي كانت يعني مخلص صغير عن شراكتنا مع جوجل. حابب هلا اطلب وعزم سامر على الستيج عشان نحكي شوي بتفاصيل اكثر. شكرا. مرحبا، اسمي سامر عيد، الاصل من لبنان، برودكت مانجر على جوجل سيرش. واحده من اختصاصاتي هي جوجل سيرش بالعربي وللمنطقه العربيه. اول شيء حبيت اني اشكر ويكيميديا فاونديشن وويكي اريبيا اللي عزمتونا ونشارككم بالمؤتمر. Thank you, Jack. إنك تأخذ الوقت وتحكي معي. وكمان بدي أشكر ال community العربية اللي رغم كل الظروف وكل المشاكل اللي بالمنطقة بدالكم you volunteering وبدالكم عم بتطوروا الموسوعة العربية، وهذا شيء كتير كتير مهم من كذا ناحية، وأهميته هي عالمية لأنه الناس بيطلعوا عليكم وبيشوفوا فعلاً
أفضل الأشياء للمنطقة العربية عندها تقدمها. So thank you. شكراً سامر. طيب حكينا شوي، إحنا حكيت أنا قبل شوي عن الـ guiding principles، هما المبادئ التوجيهية للشراكة. ممكن تحكي لها من جهتك أو من جهة جوجل، شو معنى الشراكة مع ويكيميديا وليش هي مهمة لكم؟ أكيد أكيد، شراكتنا مع ويكيميديا هي شراكة، أول شيء مثل ما أنت قلت قديمة، لما بلشت الشراكة في كتير كان ناس من جوجل هن أصلاً كمان ويكيميديانز أو عندهم اهتمامات بويكيبيديا وجمع المعلومات. أو شراكتنا لما بديت عن فلسفة والفيجن تبعية الشركتين وأهدافهم، هي اتنينتنا حابين إنه نجمع معلومات الموجودة بالعالم ونوصلها للمستهلك بأسرع طريقة أبسط طريقة وبلاش. هذول هن المبادئ اللي نحن بدأنا فيهم عبر السنين. كانت شراكتنا مع ويكيبيديا أكثر مثل ما بيقولوا بالإنجليزي أدهوك، يعني لما حدا من جوجل بيلاقي طريقة يساعد بيساعد، ولكن هالمساعدات كانت على طول محدودة صغيرة ومش structured. فبال 2018 صار في أحاديث بين الجهتين على أنه كيف فيها جوجل تساعد إسا أكثر بطريقة أكبر. ساعتنا قعدنا مع بعض وبلشنا نحكي إنه كيف ممكن نحن نجمع هالمساعدات ضمن إطار أوسع. لما جمعناها بالاتحاد قوة، صار في عنا بادجت أكبر، عنا تناسق أكبر، وعنا أهم الشيء اللي هي نرجع للمبادئ. صار اليوم المبادئ عم تتبلور بكل أنحاء البرودكتس تبع جوجل، مش بس جوجل سيرش، وصار فيها ويكيبيديا تستفاد من هالشيء عبر جميع السولوشنز والتكنولوجيا اللي بتقدمها جوجل. كمان من هالناحية شغلة تانية بدي أرجع لشغلة قلتها الأنسة فاليري لما كانت عم تحكي، هي عن السماع. اليوم جوجل مثل ويكيبيديا يشتغلوا على نطاق عالمي، ومن المستحيل إنه شركة واحدة تقدر تعرف كل شيء عن كل العالم. بالتالي نحن كثير بنعتمد عليكم إنه نتفهم شو هي الوضع اللي عم تمر في المنطقة واللغة، شو هي احتياجات الناس هون، وكيف نحن فينا نساعدهم. وهيدا نوع السماع اليوم أنا ونجيب معنا هون جينا لنسمع منكم شو هي الاحتياجات اليوم ونحن كيف فينا نساعد ساعدكم، وبالنهاية كمان نساعد المستهلك العربي اللي عم يدور على هالمعلومات وعم يدور على مصداقية وشفافية. اليوم ما عم نلاقيها إلا مع ويكيبيديا وويكيبيديا. شكرا. تقدر تحكي لنا شوي ليش الاتفاقية أو ليش الشراكة بين ويكيبيديا أو ويكيميديا وجوجل فريدة؟ ليش اليونيك؟ يعني ليش فيها أشياء ميزات تقدر تحكي لنا عنها؟ في شغلة أنا حابب أوضحها عن جوجل، في كثير ناس يمكن ما بتعرفها. جوجل هي شركة كبيرة طبعاً، وطبعاً هي بزنس بالنهاية، يعني إنه it's a for profit company. ولكن الشراكة أسسها هي بين جوجل سيرش وويكيميديا. في داخل جوجل الادز كومباني اللي هن بيسكلي بيعملوا دعايات وبيعملوا المصاري، ادز وسيرش شركتين غير بعض، وبيسكلي بيتواصلوا عبر السي او سوندر. فداخليا بقلب الشركه نحن منفصلين اندبندنت، واهدافنا هي انه نوصل معلومات للناس. فانا كبرودكت مانجر وكل الرؤساء اللي فوقي هن اهدافهم الناس، استفادتهم وميثاقيتهم بجوجل سيرش. لما منجي من هالمنطلق منلاحظ انه انتو كمان ويكيبيديا ويكيميديا والكوميونيتي اوف اديترز اند فولنتيرز عندكم نفس الشيء. هذا هو نفس المبادئ، وهي الميثاقية والكواليتي والمحتوى هن الاشياء اللي اتنيناتنا نركز عليهم. بالتالي على الارض لما منقعد ومنحكي بالبروجكتس اللي نشتغل عليها منلاقي انه ويكيبيديا موجودة بجميع انواع واشكال المحتوى اللي احنا عم ندور عليه، ومنلاقي انه افضل طريقة انه نحن نساعد المستهلك هي انه نساعدكم تعملوا شغلكم بطريقة اسهل اسرع واقوى. ولكن لنعرف شو هالشي بيعني للمنطقة العربية فنحن بحاجة انه نستمع لكم. كرمال هيك الشركة من ماونتن فيو انا بسان فرانسيسكو بعثتني لهون
لنبلش هالحوار ونكمل هالحوار وإن شاء الله نبني عليه علاقات وقصص لمدى طويل. والفكرة هي إنه نحن ندعمكم بالطريقة اللي أنتوا بتلاقوها أنسب. شكرا. تقدر تحكي لنا شوي عن الصعوبات والتحديات جنرال يعني بشركات أو بتعامل مع جوجل؟ لما جوجل تيجي لتبني شيء، جوجل شركة تكنولوجي ومنركز على إنه نبني تكنولوجي، والتكنولوجي اللي بنبنيها على طول بتكون عالمية ومثل ما نحن بنقولها هوريزونتال، يعني الفكرة منها إنه تساعد بكتير مجالات ولكن تكنولوجي موحدة. هيدا الشيء بيخلق كتير صعوبات، لأنه مثلاً مع الويكيميديا فاونديشن كل منطقة عندها اهتماماتها وصعوباتها والأشياء اليونيك لها والكوميونيتيز تبعونها. بالتالي واحدة من الأشياء اللي احنا مركز عليها إنه نستمع لكم ونستمع لبقية الكوميونيتيز ونجمع بين احتياجاتكم لنلاقي طرق إنه نعملها بطريقة عالمية، مثل مثلاً كلو اللي قالها جاك من قبل، اللي هي إنه نحن نتواصل معكم ونعطيكم الريسورسز اللي أنتم بدكم إياها. لنقدر نتواصل لهيدا اضطرينا نجمع بين عديد من الفرق. مثل ما ويكيبيديا relatively decentralized، جوجل كمان relatively decentralized. لما بقول relatively هذا بالمقارنة مع شركات عالمية. شو يعني decentralized؟ يعني نحن كل واحد عنده هدف وعنده vision عم بيركز عليه وعم يتعمق فيه، وهذا التعمق بيخلينا نولد أفكار وتكنولوجيا جديدة. لنقدر نوصل بين هالأشياء ونبني عالميا ونطور بسرعة أكبر، عم نضطر إنه نخلق هذه التفاهم بيناتنا اللي حكي مع جاك. هذه الفورماليزيشن منه كونترا بيوجب حيلا جهة إنه تعمل شيء بالنسبة للجهة الثانية، ولكن هي أكثر من ورقة تفاهم إنه نبني عليها كيف حنشتغل مع بعض وكيف حنتوصل مع بعض. هذه شغلة بتوفق بين الجهتين وبتخلي البداية تكون بداية نور كرمال نقدر نشتغل مع بعض بشفافية. واحدة من النقاط اللي حكينا فيهم هي دعم المجتمع، وبنفس انت تحكي بالفكرة هذا. احنا موجودين بويكي عربية وان شاء الله اليوم وبكرة وبعده نتناقش ونحكي ونسأل الأسئلة مع بعض ونتعرف على بعض أكثر، بس شو رأيك أو شو أفكارك بدعم المجتمع على المستقبل؟ أكيد 100%. الأستاذ محمد الأخ من مصر كان عم يحكي شوي على الأشياء اللي طلعت من 2017، وأنا بفتخر إنه نحن نكون من اللي البايونيرز اللي عم بيحاولوا يبلشوا المشاركات مع ويكيميديا ويغوصوا فيها أكثر. مثل ما بتعرف جوجل بتوفر كثير من الوسائل للأديترز والفولنتيرز لتساعدهم بشغلهم، سواء كانت جلو سواء كانت أي بي آي ترانسليت أو عديد من السولوشنز الموجودة، ونحن بنحاول انه نكمل بهالطريقه ولنفهم عليكم شو هي اللي عم بيصير وشو هي المشاكل اللي عم بتصير. احدى الاشياء اللي نحن بنركز عليها جدا هي قدرتنا على انه نشيل الاشياء اللي انتم مضطرين تعملوها كثير، اللي بنسميها انه نوع من الجراند ورك، اللي هي الاشياء اللي فيها التكنولوجي تحل محلها، مثل مثلا الترجمه، او مثل مثلا انكم تعرفوا شو هي اهتمامات الناس. في كثير طرق انكم تعرفوا شو هي اهتمامات الناس، ولكن نحن عندنا طرق بتسهل وبتسرع، وبالتالي انتم فيكم تشوفوا هالترندز وعلى ضوء تقرروا شو بتحبوا انكم تكتبوا، شو هي المواضيع اللي بتحبوا تكتبوا عنها. الشغله الثالثه كمان بحب انا اني ركز عليها هي طريقه التعامل اللي بتفكر فيها جوجل. لما نحن بنيجي لنحل مشكله عندنا هدفين على طول بيشتغلوا مع بعض، بنحاول نحل المشكله بأعلى نطاق وبنفس الوقت بأعلى كواليتي. شو يعني؟ يعني نحن اليوم عم نحاول نجاوب مليارات من الناس عن كل أسئلتها. معظم الناس ما بتعرف تسأل أسئلة، وهذا شيء غريب لأنه بالحديث اليومي كل الناس بتعرف تسأل أسئلة، ولكن شيء يفاجئ إنه كثير ناس لو خصوصا اللي بيجوا جديد على الإنترنت ما بيعرفوا يتعاملوا مع كمبيوتر، ما بيعرفوا كيف يسألوا. هيدي أشياء نحن ما بنحب إنكم أنتوا توجهوا رأسكم فيها، فنحن بنعمل عنا فريق جديد صار عم يشتغل حوالي سنتين تقريبا، مركز على Natural Language Understanding و Natural Language Processing بالعربي، يعني إنه يفهم شو هو السؤال لهالشخص، شو محتوى السؤال وشو الهدف منه. لا
لنقدر مش بس نوصله على ويكيبيديا ولكن نوصله على المعلومة اللي بويكيبيديا. بنفس الوقت نفهم شو هي المعلومات اللي بويكيبيديا وكيف فيها تساعد هالشخص. هيدي الأشياء بتساعدنا لقدام للمدى الطويل إنه نساعدكم تركزوا على الأشياء اللي بالنهاية المستهلكين تبعكم بدهم إياها. وطبعاً بالنهاية نحن هدفنا إنه نورجيكم هالمعلومات وأنتوا تتخذوا القرارات اللي أنتوا بتلاقوها مناسبة بالوقت المناسب. طيب سؤال أخير بعدين نسمع من الجمهور إذا في أي أسئلة من عندكم. شو أحسن طريقة؟ هلا إحنا موجودين بويكي عربية وطبعاً تقدر تناقش وتحكي مع الناس هون، بس شو أحسن طريقة إنه نكمل نكمل conversation مع بعض، نقدر نطرح الأسئلة، إذا بيجينا أفكار بالمستقبل كيف نقدر نتواصل مع بعض؟ Thank you إنك سألت هذا السؤال. هذا سؤال كثير مهم وأنا بدي عن جد يعني يركز عليه. نحن اليوم عنا إذا بدكم ثلاث طوابق من المشاركة معكم. عنا المشاركة العالمية مع ويكيميديا، وبالتالي هذه المشاركة بالنطاق العربي هي عن طريق جاك. فأنتوا يعني فيكم ديركتلي تتواصلوا مع جاك وتعرفوا إنه الحديث اللي أنتوا عم يصير معكم بينكم وبين جاك لما بدكم توصلوا لنا إياه، فجاك معه كل أرقامنا وإيميلاتنا وبيقدر يوصلنا إياها. هيدي الشيء كرمال نحل بعض من العوائق اللي موجودة بيننا. الشغلة الثانية هو عنا نحن جوجل فريق ماركتينج موجود بدبي. اليوم أوقات الماركتينج أو التسويق بيفكروا فيها الناس على إنه هي إنه يأخذوا المسج تبع جوجل ويوصلوها للناس، ولكن الحقيقة إنه كمان فريق الماركتينج تبعنا هو من أقوى الفرق الماركتينج موجودة بجوجل، وأنا هذا الشيء كتير بفتخر فيه. وحتى أعلى الناس بنطاق عالمي بيشكروا بالشراكة اللي بين برودكت وماركتينج اللي عم بتصير بالسنين اليسار. والفكرة هي إنه هذا الفريق عم يبسط كتير من الوقت ومجهود والمصاري إنه يتواصل مع الناس على الأرض لا يفهم شو هي احتياجاتها. بالتالي إذا أنتوا عندكم أفكار، عندكم أشياء بتحبوا تتواصلوا معها وبطريقة أكثر دراكت، في معنا نجيب جرار من فريق الماركتينج بدبي، ونجيب حنازم ويجي معنا لما تبلشوا تسألونا أسئلة. وهذا الشخص الثاني أو الطبق الثاني اللي أنتوا فيكم تتواصلوا فيه معه دراكت على الشركة. الطبق الثالث هو إنكم تتواصلوا مع الفريق بماونتن فيو. أنا كبرودكت مانجر بماونتن فيو هدفي إني وصل رسالة المنطقة للفريق بجوجل، لا الليدرشيب بجوجل، وانه على طول نمي فكره المنطقه العربيه. في شغله كثير محدده عن المنطقه العربيه بحبكم انكم تعرفوها. تاريخيا كانوا اكبر شركات بالعالم خصوصا شركات الانترنت يفكروا انه عندكم امريكا والغرب ومشاكل انه هن كثير متطورين، وعندكم الهند والشرق ومشاكلهم وهن عديده خصوصا انه في كثير لغات متنوعه والناس بعدها عم تيجي على الانترنت. من كام سنة نحن عملنا كيس جديدة، طلعنا قدام كل الليدرشيب بجوجل وفسرنا لهم انه لا في جهة ثالثة للعالم هي الناس اللي موجودين على الانترنت اليوم ولغتهم كبيرة موجودين بقوة، وهدول الناس عندهم كمان احتياجات بين اثنين، والرائدة بهيدا المجال هي المنطقة العربية. بالتالي المنطقة العربية صارت رقم ثلاثة على priorities تبعيد أكبر شركات تكنولوجي وطبعاً بالنسبة لنا جوجل. وهذا الشيء نحن كثير نفتخر فيه إنه نحن اليوم عم نمثل كثير من هذه المناطق اللي كانت ضايعة بين اثنين، لا هن مثل الهند ولا هن مثل أمريكا. وكثير من التكنولوجيز حتبلش تعمل لها تستنج أولاً بالمنطقة العربية، وكثير من الopportunities اللي سمعنا عن مثلاً جاك حكي عن تايجر اللي صار بالهند. بالمستقبل هدفنا انه نجربها اول شيء بالمنطقه العربيه، بعدين ناخذها على مناطق ثانيه سواء كانت امريكا اللاتينيه او اوروبا الشرقيه. في كثير مناطق عندها مشاكل مثلنا، بس الحلو انه احنا اليوم كلياتنا على اوريدي موجودين على الانترنت، في انترنت موجود، الناس معها تليفونات وعم تقدر تتواصل. يبقى هي هلا الوقت انه احنا نساعدهم، هلا الوقت انه احنا نخليهم يتواصلوا مع بعض. ممتاز. نجيب ممكن تطلع معنا على الستيج.
طيب ما اعرفش قد ايش طول الوقت، طول في شوي؟ ضبط في وقت، اوكي ممتاز. طيب حابين هلا نسمع منكم، اذا في اي اسئله تفضلوا نجيب وسامر. اكشلي كان نجيب جزء من الفيديو. صباح الخير وشكرا لكم عزمتونا هون معكم. انا نجيب جرار وانا I manage the marketing team في جوجل، وشغلي بتواصل بيني وبين سامر بإني أقول له كيف اليوزرز في الوطن العربي كيف بيفكروا، إيش المشاكل اللي بيعانوا فيها في منتجات جوجل، وفي نفس الوقت إيش هي الميزات الجديدة اللي بدهم إياها حتى سامر والتيم اللي عنده إياه في المونتب يقدروا يبنوها ويحسنوا من جودة المنتجات اللي عنده. تفضل إذا عندكم أسئلة. ألو، أحببت أن أعرف إذا كان هناك مبادئ توجيهية لكيفية المعاملة مع الفجوة المعلوماتية. مثلاً عندما الشخص يتحدث باللغة العربية يبحث عن الموضوع ولم توجد إجابات باللغة العربية ولكن وجدت بالإنجليزية مثلاً، كيف يتم المعاملة مع هذه القضية؟ شكراً على هذا السؤال. هذا سؤال كثير كثير مهم ونحن منفكر فيه كثير، ومنفكر فيه بجميع اللغات، ولما منفكر بالتكنولوجي منحاول نفهم كيف فينا نوصل هالمعلومات لبعض. حابب أعطي مثالين عن السؤال اللي أنت سألته، لأنه نحن منفكر فيهم بطريقة مختلفة عن بعض. عندكم مثلاً كثير من العرب بيحبوا يحضروا مسلسلات أجنبية، في منها طبعاً الأمريكية، في اللي كانوا يحضروا نور مهند من تركيا، في اللي بيحضروا الأفلام الهندية. هيدي أشياء عابرة، الناس بتحضرها اليوم وبتنساها على بكرة، هي منا معلومات دائمة، فهيدي نوع من المشاكل المعينة. من ضمن هالمشاكل هي الأشياء اللي بتصير فورية، هلأ طلع خبر عاجل أو هلأ طلعت معلومة جديدة بس ما تم ترجمتها على اللغة العربية، هيدا نوع من المشاكل. نوع من المشاكل الثاني هو المعلومات العميقة المتعمقة اللي ناس بتحب تسأل عنها، ولكن مثل ما قال صديقنا محمد من قبل unfortunately بالعربي ما في عليها غير يمكن سطرين ثلاثة بالصفحة. لما نحن منتواصل فيها أول شيء منحاول نفهم شو مضمون هالمعلومات، منورجيها للمستهلك بالإنجليزي على search، ومنعطيه القدرة على كروم أنه يترجم الصفحة للغته. هيدي مش انه تحل محل اللي يشغلكم، ولكن بتساعدنا على الوقت المستديم انه نلاقي هالفجوات، بتصير انتم فيكم تعرفوا انه فيها اهتمام، وساعتها بتقرروا اذا كان بدكم تكتبوا مقاله فيها او لا. هيدي جهه. على الجهه الثانيه في على طول بصير مثل تيستينج اكسبيرمنتيشن من قبلنا لنشوف كيف فينا نوفق بين الاثنين، وشو هي الاشياء اللي بتتناسب مع البارتنرشيب بيناتنا وبين ويكيميديا. لما منحاول نعمل تيستينج لتكنولوجي جديده، نحن عم نحاول بمثل ورقه التفاهم اللي بيناتنا انه يكون في تمام الشفافيه، انه بنيجي لعندكم ولعند ويكيميديا بنعرض عليهم الفكره، بنحكي فيها، بنحكي مع فعاليات المنطقه من الكوميونتي ومن الموفمنت، وعلى ذوقها بنقرر كيف بدنا نتناسب ونتماشي بهالموضوع. كرمال هيك سوري هو جواب طويل، ولكن نحن بنحاول نتاكد انه نفهم شو هي مبادئ كل منطقة، لأنه بهمنا البارتنرشيب اللي بيناتنا وبيناتكم إنه تنمى وتكبر، وأهم شيء ميثاقيتكم بهالبارتنرشيب إنه مع الوقت تتبلور وتصير قوية جدا، وفيكم تعتمدوا إنه لما أنتوا عندكم احتياجات إنه تلاقوا جوجل بظهركم عم تدعمكم. Sorry, there's a gentleman in the back that already has a microphone. But the lady in the front. شكرا على كل جهودكم. يعني الان بدي اسال سؤال يتعلق بتعليق عن التجربه شفته مؤخرا مع جوجل، يعني وعجبني النمط هذا صراحه، انه في مشروع يعني مؤخرا جوجل بتشتغل عليه مع ويكيميديا تقريبا الموضوع، بس انه طبعا تقدر الفيدباك من مؤسسه ويكيميديا حول المشروع كان النمط اللطيف. كان النمط اللطيف في الموضوع، المؤسسه برضه توجهت للمجتمع دايركتلي، طلبت رأي المجتمع، مش مثلا خصصنا أفراد معينين، لا يعني ويكيميديا بتعرف في أماكن النقاش فيها وما إلى ذلك، تم طرح الموضوع مباشرة للمجتمع،
ممكن جوجل شغاله على مشروع فلان الفلاني، البروجكت توليدو طبعا اسم البروجكت، شغالين في مشروع مؤسس ويكيميديا، شو راي المجتمع العربي؟ كان في صفحات توضيحات للموضوع، شو من التاثير اللي راح ياثره؟ فهون كان اللطيف، هون صراحه يعني انا كنت يعني المسؤول عن اداره النقاش هذا في المجتمع العربي وبالاجابه على اسئلتهم مع المساعده من مؤسسه ويكيميديا، لقيت انه المجتمع حابب يتفاعل، حابب يوصل كثير من الاراء اللي عنده لجوجل، يعني حتى انا خصصت صفحه كامله من الفيدباك كانت بس فيدباك لجوجل بعيدا عن المشروع، يعني فيدباك عام لجوجل. فانا كنت بس بدي انه نحاول النمط هذا يضل موجود، لانه التواصل اي تمام، يعني ممكن انتم تحبوا التواصل يكون عن طريق مؤسسه وما الى ذلك، بل لو دخلنا في المجتمع مباشره انه مثلا على مستوى الاوتوماتيك ترانسليشن اللي بتستعملوها مثلا، شو راي المجتمع؟ هو انا بخصص على ويكيبيديا، يعني بتكلم بما انه ويكيبيديا يعني الفيرست ريزلت بتكون دائما، شو راي المجتمع ويكيبيديا مثلا، او شو تعليقاتكم على الاوتوماتيك ترانسليشن تبع جوجل بالنسبه ل لانه كثير كلام كثير يعني، والناس اللي انا صراحه انا شفتها عندها اراء وعندها تعليقات وعندها امور ممكن تساعدكم تحسين الامور، وبنفس الوقت بتاثر علينا، لانه زي ما انت عارف حاليا صارت الشراكه مع مؤسسه ويكيميديا كثير، يعني مثلا على مستوى الاوتوماتيك ترانسليشن انا بحكي اكثر شيء صاروا يعتمدوها بالتولز انه كونتنت ترانسليشن ترجمه مباشره من جوجل. بس انا هي النقطه كنت حابب اعلق عليها، انه نحاول يكون دايركت مع الكوميونتي طبعا عن طريق المؤسسه ونسمع من المجتمع، وانتم يوصلكم الكلام، ويا ريت لو تكون اللي هي قناه التواصل والله مثلا انه في اسئله في 1 2 3 4 شو جواب جوجل عليها عشان نوضح للمجتمع، يعني لانه المجتمع انت عارف مش كل الناس بتكون ماخذ الفكره بشكل كامل، يعني بتكون ماخذ بشكل سطحي مش فاهمين الديب اللي انتم او انتم بتشتغلوا عليه شيء. بس هي النقطه كنت بدي احكي عليها. شكرا شكرا كثير وشكرا للتعليق. وشكرا ل your leadership انك اخذت الموضوع وفتت فيه وبسطت فيه. الحقيقه هي انه احنا بنجرب اوقات انه نحكي مع المجتمع، ولما بنلاقي انه في حيويه بالرد وبالاخذ وبالعطاء وبالاسئله، نحن كمان نتحمس انه نشتغل معكم. على طول لما بنكون عم نبلش شيء جديد بنحب انه نبلش دغري مع الفاونديشن ونكون واضحين معهم وخليهم هن يلاقوا الطريقه المناسبه انه يشتغلوا معكم. ولكن ان شاء الله لما نطور علاقاتنا، نحن بالنهايه اليوم عم نتعرف على بعض، لما نطور علاقاتنا ممكن يصير في طرق، نلاقي طرق اسرع، طرق اسهل، طرق اسلس انه نشتغل فيها. بس برجع وبقول لما انتم بتورجوا اهتماميه ودعم على الارض بنسميها اورجانيك، يعني من عندكم، بتلاقوا نحن عملنا كمان الشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا حيتحمسوا اكثر انه يجوكم بافكار جديده ولا يسمعوا لافكاركم وياخذوا ياكم معكم. طبعا بكوننا شركه publicly traded، يعني بيتم فيها التجاره على الاسهم، ما على طول فينا نجاوب على كل الاسئله directly، بنضطر اوقات ناخذ وقتنا لنحكي مع الناس المتخصصه لنلاقي الاجوبه المضبوطه، وهذا الشيء بدي اعتذر عنه يعني ahead of time، بس هاي هي حقيقه البزنس اللي نحن فيه، وانه اجوبتنا اوقات مثلا للمنطقه العربيه ممكن حدا ياخذها عالميا، بالتالي نحن لازم نفكر بكل خطوه. اذا اسمح لي اضيف على اللي حكاه سامر كمان، انا بعرف الصفحه تبعت النقاش اللي هي مخصوص لتوليدو، ممكن احنا مقصرين شويه في ان نرد، لكن احنا بنسمع كثير، في عندنا تيم كامل بس بتطلع على ايش هي الفيدباك للمستخدمين، وخصوصا المستخدمين النشطين الباور يوزرز اللي موجودين اللي بيستخدموا التولز، فكثير من الفيدباك اللي انعطت على الترانزليشن ترانزليت كيت اللي كانت موجوده صارت بجز وفتحناها احنا عندنا جوا موجوده، يعني حتى انت ممكن بتلاحظ في اشياء منها اليوم تصلحت وجاهزه. هذا لانه احنا بالعكس جميل جدا انك انت جمعت كل المعلومات هذه في صفحه، احنا موجودين وبنسمع كمان ايش ما كانت التعليقات اللي بدكم اياها على اي من وسيله التواصل الاجتماعي او عن طريق الايميلات او عن طريق هذا الكلام، في عندنا تيم بفلتر هذا الكلام وبيحكي مع الانجنييرز عليها، لكن للاسف مقصرين شويه انه نرد. جزء من هذه في شغلات زي ما بنقدرش عليها مباشره نرد عليها زي ما شرح سامر، وشغله لانه كميه الفيدباك ضخمه جدا ممكن حنحتاج تيم تامي يعني بس عشان نرد لهذا الكلام، مش عذر، فسامحونا على قله الرد في هذا الموضوع. معلش انا عايزه اسال، مش ليا هسال لوسي هي باحثه وكانت عايزه تسال، هي كانت بتقول ان المايكروسوفت فتحت مؤخرا زي ريسيرش لاب في غانا،
وكانت بتسأل هل الريسيرش ده هيبقى ليه علاقة بأي مسألة أو الأمور متعلقة بجوجل في الوطن العربي، هل هتقدم له أي دعم؟ ولو لا، هل جوجل عندها أي خطة في المستقبل إنها تفتح برضه مكان يبقى ليه علاقة بدعم المجتمع العربي في الوطن العربي؟ I'm gonna answer it in Arabic and I can translate the other one. الريسيرش سنتر اللي بنحكي عنه هو كان مركز لأبحاث الذكاء الاصطناعي اللي فتحناه في غانا. طبعا اختياره في غانا ما كان صدفة، الهدف منه انه نركز على أبحاث الذكاء الصناعي ونسمع من ريسيرشرز برا أمريكا أو أوروبا برضو كمان، حتى نعرف يكون متأكد في عنا تعددية في الآراء وتعددية في أنواع التفكير لما إحنا نبني مبادئ الذكاء الاصطناعي. فوجوده في غانا بيسهل على الباحثين من جميع أفريقيا إنهم يقدروا يتواصلوا ويشتغلوا معاه مباشرة. في الوطن العربي احنا ما بعرف قد ايه منكم حدا عارف، بس قبل كم من شهر احنا اعلنا انه عدنا افتتاح مكتبنا في مصر والحمد لله يعني. فهذه خطوه بدايه طيبه على انه احنا يكون عندنا تمثيل اكثر في الوطن العربي، وان شاء الله يمتد لدرجه اكبر. Thank you for your question. I think your question was more related to the AI lab that we opened in Ghana. We opened that AI lab to ensure that we have diversity of decisions and information when it comes to building AI and deciding AI principles and hearing from researchers from different places, not only in the US or in Europe specifically. The lab in Ghana serves has researchers from all over Africa, and it serves and hears and communicates with researchers from all over Africa, including researchers from the Middle East at the same time. I hope some of you are aware, we recently announced that we're reopening our office in Egypt, which is a step in the right direction of us being present in more countries in the region as well, and more to come, hopefully in the near future and next year. السلام عليكم. أنا كان عندي سؤالين. أولاً، كيف ممكن لجوجل إنها تساعدنا في تطوير جوجل ترانسليشن؟ عشان إحنا بنستعمله جداً في تحليل الويكيبيديا العربية ده أولاً، وعشان هو أكيد جداً في مصطلحات الترجمة، فده بياخد مننا وقت. غالباً بنلاقي مقالات مو ترجمة تلقائياً في الويكيبيديا، فبتكون ترجمة ركيكة. إحنا كمحررين لازم نعيد الكتابة ده أولاً، ده شغل لينا. ثاني حاجة، لو جوجل عندها مشروع إنشاء قوانين تخصصية، عشان في ناس بتكتب في الطب وفي ناس بتكتب في القانون، فالزاوية دي عندنا فيها فراغ ويكيبيديا من ناحية الكلمات ومن ناحية القوانين مش بنلاقي. كمان لو في لو ممكن محرك البحث كده يساعدنا في صدارة الكلمات اللي عليها الشائعة، فهمني، عشان العناوين والحاجات دي. فدي بالنسبة لنا احنا مشكلة كمحررين بنلاقيها في خصوصا القواميس التخصصية بالنسبة للطب والقانون والحاجات دي، وكمان جوجل ترانسليشن. شكرا. Thank you for the question. أنا هحكي من جهة التكنولوجي، وبعدين حخلي نجيب يحكي من جهة how we roll things up، كيف من نعطيكم اياها ونساعدكم فيها. من جهه التكنولوجي، في اول شغله انا بحب اني على الباقه انه اوف لاين مثل ما بيقولوا، انه اسمع منك دايركتلي عن يور فيدباك، واذا في اكزامبلز معينه نحن فينا نرتكز عليها ونستعملها لنفهم شو هي احتياجاتك بالضبط. نحن شغله كثير بنحب نركز عليها، ما بنحب نحل مثل ما بنقول السيمبتومز، عرفتي، بدنا نوصل للروت كوز شو هي فعلا المشكله. بالاجمال كرمال مثل ما انت قلتي قواميس مختصه، هيدي شغله هي بالحقيقه يعني مشكله عالميه بكثير من اللغات مش بس باللغه العربيه، هو شغله نحن نحكي فيها ولكن هي كثير سنسيتيف، فما بدنا نتاكد انه لما نشتغل من على شيء من هالنوع فهو ذو مصداقيه عاليه يعني 100%. وعلى هيدا النوع بياخذ نوع سبيشاليزد نوع من الناس that are extremely specialized ليقدروا يوفقوا بين المجال واللغة.
ففي عديد من النشاطات اللي نحن عم نحكي فيها عالميا مع جامعات وجامعيين ومختصين وفلاسفة ببعض الأحيان لنتفهم كيف ممكن نوصل لحلول that are scalable فينا نعطيها عالميا. هاي شغلة. كرمال الشغلة الثانية نحن بنحاول نستوعب الفرق بين اللغة وال إذا بدك فروع اللغة اللي الناس تستعملها. وهذا كثير كثير صعب. أحد الأشياء اللي نحن اليوم عم نشتغل عليها بنسميها lexical expansion اللي هي بناخذ اللغة العربية ونصير نقدر نفهم المصري واللبناني المغربي والسعودي أو طبعاً كل البقايا. ولكن هيدا الشيء تابع للماشين ليرنينج أو الارتفيشال انتليجنس بياخذ وقت كثير وديتا كثير. يعني كل ما الناس تستعملها أكثر كل ما بصير فينا نطور أكثر لأنه بصير نفهم شو هي الأغلاط اللي عم بتصير وشو كان قصده للشخص. كثير أوقات الناس مثلاً بتعيد السؤال مرتين أو ثلاثة بطريقة مختلفة. مع الوقت بصير جوجل بتفهم أسرع وأقوى. ومع الوقت كمان الهدف إنه جوجل تصير تجاوب عليكم بلهجتكم ولغتكم. وهذا شيء كثير مهم ولكن حياخذ وقت طويل. هلا أنا بعرف هذا ما جاوب عن كل سؤالك بس هذه هي الأشياء من التكنولوجي سايد اللي we're focusing on today. كمان بحب أضيف على اللي حكى زميلي سامر. أنت تقدر تعرف الأشياء اللي trending نوعا ما والناس تسأل عنها عن طريق خدمة اللي جوجل ترندز. إحنا فعلناها في أكثر من دولة عربية نقدر نعطيك الترندز خلال الساعة أعتقد خلال 4 ساعات منها. وبنقدر نعطيك حتى تقدر تختاري تخصص معين بدك والله إيش آخر الترند في القانون مثلا. ممكن ما تلاقي خلال 4 ساعات إشي يعني صار أعلى لكن تقدر تعرفي معلومات عنها مباشرة في هذا الكلام. في مشاريع قادمة إن شاء الله وإحنا نقدر نساعد فيها الناس يعرفوا الببليشرز اللي زيكم يعرفوا إيش هي الأسئلة الشائعة الناس يسألوها حتى يكتبوا أرتيكلز عن هذه الناحية. الناحية الثانية بخصوص القواميس إحنا بنعتمد عليكم. بالعكس كثير ناس إحنا بنطلع على القواميس اللي هي في ويكيبيديا حتى نعرف والله إيش هي المصطلحات العربية لمثلاً أسماء الأمراض أو الأشياء القانونية أو الأشياء مثلاً اللي هي في الرياضيات أو في هذا الكلام. هذا بيساعدنا. بالعكس أنتوا الإشي الأول في ترجمة هذا العلم من لغة الإنجليزية مثلاً للعربية اللي بعدين لما المستخدم عندنا يسأل هذا السؤال إحنا بنصفي نعرف إيش هو أصله فيه لأنه إحنا اعتمدنا على الترجمة اللي أنتوا تفضلتوا حطتوها فينا. بالعكس كثير مرات أنتوا بتكونوا الخط الأول في مساعدة جوجل إنه يفهم المستخدمين في اللغات اللي هي ما فيها معرفة بدرجة كاملة جدا. وشكرا جزيلا على هذا الموضوع. سلام، حلمي من مسير في ويكيبيديا العربية. حبيت فقط نجاوب على مشكلة اللغات والعبارات المختلفة. حالياً اللي نشتغل عليه هو نضع المعلومة في ويكيبيديا، نضع الأسماء الأخرى للعبارة في ويكيبيديا ونضيف ذلك باللهجات، يعني إضافة اللغة العربية الفصحى عند العبارة نفسها باللهجات. يعني ممكن يكون حل لكم لو تبحثوا عن مكان وين تجدوا العبارة بلهجة أخرى بلهجة عربية في موجود في ويكيبيديا نشتغل عليها. فقط إضافة في المشاكل عندنا في المحتوى العربي الخاص. المحتوى العربي الخاص المشكلة بكون الحكومات العربية ما فيش كلهم عندهم open data program، يعني المعلومة المفتوحة مش كل الدول العربية عندها برنامج وحتى الموجودين حاليا المعلومات غير كافية. نسحق ممكن طريقة مع الفونديشن ومعكم ممكن ضغط للتكوين للحكومات العربية خلي يفتحوا أكثر معلومات لأنه المحتوى العربي احنا نخذوه أساسا من الحكومات العربية مثلا عدد السكان أو إحصاءات أو كذا. هذا ممكن نستعمل احنا عن طريق البوتات عندنا القدرة إنتاج المحتوى العربي لكن لازلنا محتوى عربي مفتوح يمر بالحكومات اللي تنشر هذه المعلومات بطريقة يعني مفتوحة. هذه نقطة. بالنسبة للمحتوى الآخر الغربي ولا العلمي عموما نعطيك مثال. في احنا في سنة في ويكيبيديا العربية عملنا 400,000 مقال
في سنة بقى. يعني ضاعفنا محتوى ويكيبيديا العربية في سنة فقط، يعني شغل 15 سنة عوضناه نفس الشغل نفس عدد المقالات في سنة فقط. استعملنا البوتات لكن فيه مشاكل، مثلا غدا ممكن ننشر 400,000 مقالة عن الكائنات الحية. المشكلة اللي مثلا الترجمة الحرفية، ما عندناش طريقة للترجمة الحرفية من اللاتينية مثلا إلى العربية. لو جوجل ممكن كان فيها طريقة جوجل لكن الآن مش موجودة. لو ممكن نشتغل على هذا الترجمة الحرفية من اللاتينية، ممكن بعد غد يكون عندنا 400,000 مقالة، لأنه الشكل والشغل كل الكائنات الحية موجودة عندنا في الكتابة العربية. نحتاج فقط ترجمة حرفية مثلا للكلمات العربية. ممكن نتحدث من بعد على نقاط أخرى. Thank you. بدي بس ركز على نقطة معينة. أضيف نقطة بس اللي هي نفس الإشي اللي بحكي عنه حلمي. من الليميتيشن اللي واجهناها برضو إنه أنت عارف يعني أي نعم هذا الإشي عندكم أكيد يعني صحيح إنه مثلاً جوجل ترانسليت ما كانتش تمنحنا يعني عن طريق البوت لو حاولت أنا عن طريق يعني تعرف يعني سكريبت آلي إنه يبعث الكلمات ويسحب الترجمة لوحده يعني كانت تعطينا ليميت يعني هذا أكيد من عندكم ليميت يعني إنه مثلاً ليميت لحد 5,000 كلمة في اليوم يعني لجوجل ترانسليت هذا هو سبب لنا مشكلة يعني مش مشكلة يعني تأخير إنه كل يوم مثلا 400,000 مقال بدا اسمه 5,000 يعني انا بدي اقعد لي شهر شهرين اضل لي بس عشان اجيب الكلمات هذا الشيء طبعا اكيد يعني صح انه انتم حاطين ليميت يعني بس لو في طريقه زي ما قلت لهذا الموضوع حابب انا احكي عن ويكي داتا سبيسيفيكلي وكرمال الليميت حخلينا يحكي بس بعتقد هذا فيدباك كتير قوي وطبعا انا حاخذ كتير من الاشياء اللي انت حكيت عنها والترجمه اللي حكيت عنها واتواصل مع هاي الفرق المختصه وشوف شو هن عندهم بالافكار تبعيتهم وواحدة من الاشياء اللي بحب اني اعملها هي اتاكد انه هن يعملوا برايورتي للغه العربيه وحثهم انه يعملوا برايورتي وزياده عن هيك اني مدهم بالوسائل اللي هن بيحتاجوها لا يوصلوا لكم اللي انتم بدكم اياها ريسورسينج وهيد كاونت وهيك اشياء. بس كرمال ويكي داتا سبيسيفيكلي نحن كثير حبينا هذا البروجرام اللي بلشته وي كيب ان اي اون ات يعني بنضلنا على طول عم نتابعه ونحكي فيها مع الناس بالمجتمع المؤسسات اللي بيحترموا راينا بهالموضوع وبنحثهم انه يتعاونوا معكم بهالمشروع وبنحثهم انه هن يستعملوه. بس طبعا مثل ما بتعرفوا الادوبشن بهيك اشياء بتاخذ وقت وخصوصا انه بعده هذا الشيء منه اذا بدك مبرهن 100% بالنسبه من وجهه نظرهم ولكن من وجهه نظرنا الفائده هي واضحه وضوح الشمس بالتالي نحن عم نشتغل عليها وكل ما انتم طورتوا فيها نحن حنضلنا عم ندعمكم مثل ما قلنا جيب الاول ما على طول فينا نخبركم نحن عم ندعمكم بس سبيسيفيكلي ويكي داتا هذا شغله كثير 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 منيحه للغه ولقدرتنا انه نطورها بسرعه اكبر مثل ما حضرتك تفضلت وقلت والمثل اللي اعطيته. فعن هي النقطه بالذات انا كنت حابب اني اشكرك عليها واني ركز انه التعاون فيها حياخذ وقت ومن هون بس يكون الصبر يعني مشكور انه بس مثل ما بتعرف يعني نحن من جهتنا علينا انه ندعمكم عرفت كيف؟ وبعدين بدها تاخذ وقت لبقيه الناس بالمجتمع انه يعتمدوا بهم. بضيف كمان لزميلي سامر بالنسبه للبيانات احنا فعليا منتبهين للمشكله اللي انت حكيت عنها بخصوص الحكومات ما بتوصل اوبن داتا لعندهم. الحقيقه انه بعضهم موجود هذا الكلام لكن بنشروها في طريقه غير منهجيه بتكون منشوره مثلا كبي دي اف والبي دي اف صور اللي جواته فانت صعب عليك تعملها اكستراكت عن طريق سكريبت قاعدين بنوجههم اكثر انهم اذا بدهم ينشروا هذه المعلومات ينشروها بطريقه مصدريه مثلا عن طريق اكس ام ال او عن طريق جداول معينه حتى تكون الداتا سهله انتم تقدروا تاخذوها تجمعوها في مكان معين انتم او اي جهه ثانيه لكن هو مش تقصير من حكومات هو عدم ما في education كافي فبالعكس في مهمة كافية مهمة كبيرة علينا زي جوجل وكمان عليكم انتم كمجتمع انكم تثقفوا الحكومات والناس اللي بيشتغلوا فيها انه ايش الطريقة الانسب لتمثيل هذه البيانات
ووضع هذه البيانات، لأنه ممكن المشرع هو حاسس إنه هو حاط البيانات هناك لأنه هيو في لينك للبي دي إف اللي تعمل فيها داونلود فيه وكل المعلومات تبعتهم، لكن مش موجودة. باستمرار تثقيف وباستمرار تعليم وعدد منكم كمان حتى يشتغل في المشاريع اللي هي بتساعد في الأوبن ديتا في هذه الدول، بصير في عنا نتائج أحسن. طبعاً أنا حابب أذكر كمان اللي هو مثال تونس والإمارات اللي هو من الدول الرائدين في توفير الأوبن ديتا للأشياء اللي تصفي عندهم، سواء كانت معلومات عن النوتريشن، البوبيوليشن، جي دي بي، والديتيل على البزنس والصناعة إلى آخره. فهذولا كانوا من الدول الرائدة في هذا المكان. بالنسبة للكومنت تبعك about translate، خلينا نحكي على الجانب بالمؤتمر. الفيدباك تبعتك مهمة، حقدر أخذها وأبعثها للتيم المسؤول إن شاء الله. السلام عليكم، أنا ريم كيشف، مدرس مساعد لغويات لينغويستكس في جامعة عين شمس في مصر. في حاجات حضراتكم قلتوها وأنا هستفسرها. أول حاجة أعجبني جدا الفكر الجديد بتاع إن إحنا هنرد على المستخدم بالفارتي لانجوج فارتي بتاعته من العربي. وكان يعني أنا مش عارفة هل دلوقتي المكان المناسب أو يعني على هامش المكان، ممكن نتكلم على يمكن التداعيات الاجتماعيه لحاجه زي كده، لان زي ما حضرتك عارف احنا عندنا في الوضع العربي في يعني اتس كومبلكس لينغويستيك سيتويشن، وفي حاجات عندنا بتسمى هاي فارتيز ولو فارتيز، بغض النظر عن رايي في الحاجه دي، بس ده حاجه موجوده. فهل لما ممكن يرد عليا باللغه بتاعتي ده يعتبر بالنسبه لي كمستخدم دي حاجه كويسه ولا حاجه مش كويسه؟ طبعا انا مش بقول ان انا اول مره فكرت كده، اكيد فكرت كده بكتير، بس احب اعرف يعني لما فكرتوا في كده وعملتوا بحثكم وصلتوا لإيه؟ يعني إزاي وصلتوا إن الصالح الأفضل إن إحنا نرد على المستخدم بلهجته أكتر أحسن بين الفورمال أرب؟ أنا ما أخرى أنا لا أشجع ده ولا ده، ولكن بقول أنا عايز أعرف وصلتوا لده إزاي. تاني حاجة، أنا سمعت كده على عجالة حاجة عن توليدوا بروجيكتس جول ترانزيشن كده، وأنا حاجة معرفش أي حاجة عن الموضوع ده، فلو تسمعوا تقدموا لنا على وجهه يبقى شكرا. اكيد شكرا على سؤالك. طبعا هذا شيء كثير كثير مهم وشيء كثير صعب انه نفهم اللهجه واللغويه اللي بدنا نستعملها لما نحن بنكون عم نجاوب عن سؤال. في كثير اشياء بنفكر فيها لما بدنا نجاوب عن سؤال. اهم اشياء هي نحن اول شيء نركز عليها اللي بدنا نركز عليها هو قدره الشخص على فهم الاجابه مشان يستفيد منها. من الجهة الثانية مثل ما حضرتك كمان فضلتي وقلتي انه بدنا نتأكد انه نرتكز على مبادئ اللغة ذات نفسها لنوصلها بأفضل طريقة وأصحح طريقة، وهذا الشيء كتير مهم. فأوقات اللي نحن إذا كان في طريقة مبسطة انه نعطي هذا الجواب ونعطيها وبعدين بنقول لهم اقرأ المزيد على ويكيبيديا، وساعتها انتم بتتحكموا بالطريقة اللغة اللي بتكونوا توصلوا لهم إياها. ولكن أوقات مثلاً بيكون عندك تلميذ بيسأل سؤال عن شيء خاصه بالدرس تبعه، لما منجاوب مثلاً عليه بالفصحى اللغوية المضبوطة، خصوصاً إذا كان شيء صعب مثلاً فيزياء، منلاحظ إنه التلميذ ما فهم شو قلنا، فبيرجع بيسأل السؤال مرة تانية أو بيسأله بطريقة غير، وبعدين بيضيع التلميذ. فمنحاول نوفق بين اثنين لأقدر الاستطاعة يعني، وعطول منجرب انه نلاقي افضل الصفحات الموجوده باعلى المصداقيه والاجابه المضبوطه، ونقول لهم انه فيكم تقروا المزيد هون لتتعرفوا عن الطريقه المناسبه انكم تحكوا بهذا الموضوع. هذا مثلا شيء كثير مهم طبعا بالميديكال سبيس، رايت؟ فعطول منخاف انه مثلا الناس ما تفهم مضبوط شو هي الشغله اللي عم يدوروا عليها، مشان هيك بهذه المطارح ما بنستعمل اللكسيكال اكسبانشن اللي كنا بحكي عنه، بنفضل انه لا نعطيهم اياها مثل ما كان كاتبها الاوثر، وهيك ما بنغلط او بطريقه توصيل هالمعلومه. ازيد حاجه بس، هو انا اقصد اقول هو المفروض انه هو نوصل المعلومه للباحث اللي تابع عن المعلومه، اما في الطلبه وفكره النظره العامه للمعلومه اللي هو واخدها. يعني ممكن تكون المعلومة موثوق فيها
وجاية من مصادر كويسة جدا، ولكن تقديم المعلومة بلهجة عربية وليس باللغة العربية الفصحى هو ده اللي يخليه يشك إن هي مقبولة أو لا. هو ده اللي أنا كنت أقصده في فرق بين العربي الفصحى وتقديم المعلومة حتى كان موثوق 100% بلهجة أخرى. علشان كده كنت أحب أعرف لو فكرت في الموضوع ده، لأن هو شيء يستدعي التفكير في هذا كده. أنا نفسي أفكر إن دي حاجة فيها بعض من الخطوة يعني. اوكي اذا انا فهمت سؤالك مظبوط، هو في نوع من الفورمال لانجويج اللي احنا بنرتكز عليه كل الاشياء اللي بنعتبرها هايلي سنسيتيف وهايلي ايدوكيشنال واللي بدها فهم عنها. ولكن مثلا من بسهوله فينا نجاوب على شخص بمصر عربيه وبشخص بلبنان سياره، سواء كان صح ولا غلط. هيدي اشياء انواع المعلومات اللي حصل عنها الشخص بتكون مبسطه اكثر. ولكن انا حابب اني ارتكز اني اسمع منك اكثر عن شو هي المشاكل اللي انت عم تفكري فيها، ونكمل هذا الحوار لنتعلم من الفكره اللي انت عندك اياها. وممكن كثير نحن ما نكون خطرتنا اجل. نحن لما بنرتكز على هيدي الانواع من التكنولوجي بنفكر فيها عالميا بالاول، وبعدين بنحاول نفهم تاثيرها على كل لغه وكل منطقه. فهيدا نوع من انه نحن نفهم شو تاثيرها على المنطقه. الشغله الثانيه اللي حضرتك سالتي عنها قبل هي بروجكت توليدو. بروجكت توليدو هو بيبني على الترانسليشن كابابيلتي للصفحه، ترجمه الصفحه على جوجل. ولكن بيزيد عليها شغله انه نحن بنورجي هيدا الترانسليشن على جوجل سيرش بالاول باللغه تبعت هذا الشخص، يعني بنترجم السيرش لينك على العربي ومنورجيكم اياها بالعربي، ومنحط عليها بوضوح انه تم ترجمه هذه الصفحه. اما العكس اللي هو بيصير اغلب الوقت انه منورجيها بالانجليزي، وبعد ما يفوت على الصفحه او برا بيبص على الزر بيقول لي ترجمه الصفحه. هيدا ببدل على فهم الشخص شوف موضوع الصفحه وشو مضمونه. ولكن بنتفهم انه في كثير مثل حساسيه حوالى استعمال هذا النوع من التكنولوجي. منشان هيك منبادر بالحديث عن شو الاهداف وشو الاشياء اللي نحن ممكن نستفيد منها لنرجع نعاود ونعمل تيستينج لنجرب ونلاقي افضل الطرق والاساليب لاستعمال هيدا الشغله بالمنطقه العربيه واللغه العربيه. شكرا سامر على اللقاء. ثم ثلاث اسئله متبقيه ومازلنا خمس دقائق، يمكن ان نجمع الاسئله الثلاثه ونجاوب عليهم مره واحده اذا امكن. اوكي اجل تفضل. بس اضيف على اللي حكته، احنا بنتفق انه لازم نفهم المستخدم باي لغه هو بيحكي فيه، صح ولا لا؟ ايش مكانه اللغه؟ اعتقد احنا بنتفق انه لازم نفهم المستخدم باي لغه هو بيحكي فيها باي لهجه هو بيحكي فيها، هذا هدف اساسي. ايش مكانه اللهجه اللي بتعطيني اياها؟ لازم جوجل يفهمها ويفهم الغرض منها وبعدين يلاقي الجواب المناسب لها في هذا الكلام. أغلبية المشكلة اللي انت بتحكي فيها كانت مشكلة بلشت تطلع حديثا، مع انه لما بلش احنا نفكر كيف ممكن نرد بالصوت مثلا بدل ما احنا نرد بالكتابة، لانه لما انا برد عليك بنتائج بحث انت اللغة العربية المكتوبة نوعا ما قريبة من بعض في هذا الكلام، واغلبها مكتوبة في المودرن ستاندرد العربي اكسبت اشياء معينة، لكن في اشياء الشخص بيحتاجها انه يسمعها في لهجته. يعني مثلا لما حدا بيسالني ايه اخر النكت، صح؟ النكت انا بتوقع منها اني اسمعها او اقراها باللهجه تبعتها، هيك بتكون هيك الشخص اللي كتبها قاصد لهذا القصه. في تفكير صفى في هذا الموضوع وبنقدر نحكي عنه في الهامش بدرجة. وأنا كثير فخور ومبسوط إن أنا معاكم بويكي عربية هون بالمغرب، أول مرة بالمغرب، فبكرة إن شاء الله لما أطلع على التريب السبع ولا ثمان ساعات بعرف شو راح يخدمنا. السوشيال إيفنت بكرة إن شاء الله نكون كلنا مع بعض ونشوف مناطق جديدة بالمغرب. هاي ثالث ويكي عربية. قبل سنتين كنت بمصر وقبلها كانت بالأردن بعمان. أنا أصلي من الأردن.
وحابب اليوم احكي معكم عن اهميه الشراكات واعطيكم زي شويه امثله عن الشراكات اللي عم نشتغل عليهم بمؤسسه ويكيميديا. وبعدين رح ندخل نقاش مع ضيوفنا من جوجل. في عندنا شويه اسئله حابين نفهمها من جوجل ونقاش معهم. بعدين رح يكون في وقت لاسئله منكم. طيب رح اقعد انا عشان في نوتس خليكم معي. طيب هلا قبل شوي فاليري حكت لنا عن الميديوم تيرم بلانز، هم الخطه المتوسطه لحركه ويكيميديا. ففريقنا الشركات بالمؤسسه دائما بنفكر بخطه المتوسطه لما نبني الشركات. فأنواع الشركات اللي نبنيها بالمؤسسة هي شركات مع منظمات غير حكومية ومنظمات غير ربحية، مع حكومات، مع مؤسسات تعليمية، القطاع الخاص، وشركات التكنولوجيا. راح أعطيكم شوية أمثلة. إذا كنتوا بويكيمانيا أو ممكن سمعتوا عن الشراكة بين ويكيميديا و United Nations Human Rights، هي بتكون المكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فاتفقنا معهم بجهد كمان من ويكيميديا أرجنتينا لدعم إنشاء محتوى متعلق بحقوق الإنسان على مواقع ويكيميديا. مثل ثاني عن الشركات، السنة الماضية وين وصعب؟ هاي وصعب. السنة الماضية زارتنا كاثرين المديرة التنفيذية على الأردن، ووقعنا اتفاقية مع جامعة الهاشمية. فممكن اليوم الساعة 4 في عنا زي سيشن نحكي عن أنواع الاتفاقيات والشركات، فممكن نحكي بها شوي تفاصيل أكثر. في شراكة مع الجي اس ام اي، جي اس ام اي هي الجمعية العالمية للاتصالات المنتقلة. في بنينا زي شيء اسمه الموبايل انترنت سكيلز ترينينج تول كيت، طويلة شوي، مست. المست هي مجموعة أدوات تدريبية لمحوى الأمنية الرقمية. فخليكم أعطيكم شوية تفاصيل عن مست. ما هو مست؟ يرشد مست مستخدمي الإنترنت لأول مرة حول كيفية العثور على مقالات ويكيبيديا أو ويكيميديا في بلغتهم. هاي الشراكة مع الشركات الاتصالات، والأهداف اللي حبينا نتفق عليها هي الوصول إلى الإنترنت، تحسين المهارات الرقمية، زيادة الوعي، والعمل من أجل تحقيق جودة التعليم للأمم المتحدة رقم 4. بنفس مست كمان في ويكيبيديا موجول، وفي واتساب، يوتيوب، جوجل سيرش، وفيسبوك. طيب خلينا نحكي شوي عن جوجل وعن شراكتنا مع جوجل. من التعاون بين جوجل والمؤسسة وويكيميديا صار لها يعني سنين، يعني من زمان نتعامل مع بعض ونشتغل مع بعض عن ركائز محددة. بس السنة الماضية وقعنا اتفاقية رسمية بيننا، وحابين اليوم نحكي شوي عن التفاصيل. السلايد اللي بعدها حاولت اترجمها بالعربي، بس حبيت افرجيكم هاي السلايد. هاي السلايد هي النموذج الشراكة بين جوجل وبين المؤسسة، وهي المبادئ التوجيهية للشراكة، الجايدنج برينسيبل للبارتنرشيب. تم بناء الإطار التالي بشراكة مع ويكيميديا،
وهي الصفحة هون في جميع أعمالنا نتماسك بمبادئ ويكيميديا، والمبادئ الثلاثة هم الشفافية في التنفيذ (transparency)، دعم وجود تضارب في المصالح، عدم وجود تضارب في المصالح، ودعم المجتمع. وهاي السلايد بتحكي عن نموذج الشراكة. حددنا شيء سميناه الانجيجمنت لينز، يعني مسارات الشراكة ثلاثة. والمسارات هم ثلاث مجالات رئيسية ذات أهمية لحركة ويكيميديا، وهم تطوير المحررين وإنشاء المحتوى، الوصول إلى المحتوى والدقة، واستدامة المشروعات. أعطيكم شوية أمثلة. عن النقطة الأولى، تطوير المحررين وإنشاء المحتوى، حوالي قبل سنة كان في تجربة جربناها مع جوجل بالهند، اسم البروجكت هي بروجكت تايجر، مشروع النمر. بروجكت تايجر كانت فكرة إنه نتعامل ونشتغل مع المجتمع بالهند ونفهم إيش المحتوى اللي مش موجود. يعني إذا في حدا بيعمل سيرش على جوجل لأرتيكل بلغتهم بالهند وما في مقال على ويكيبيديا، عملنا زي ليست عن كل المقالات، والمجتمع بالهند اشتغلوا مع بعض حوالي 3 اشهر وكتبوا 4600 ارتكل ب 14 لغه هنديه. فاخذنا هاي التجربه وحبينا نكبر هاي التجربه. فممكن انتم سمعتوا عن مشروع المعرفه. مشروع المعرفه شيء زي البروجكت تايجر بس بالعالم العربي، ويمكن هلا اليوم وبعد بكره وبكره نحكي اكثر بتفاصيل مشروع المعرفة، ونشوف إذا في حدا حابب كمان ينضم معنا عشان نبني هذا البرنامج بالعالم العربي. وكمان مش بس بالعالم العربي، في بإندونيسيا وبنيجيريا وفي بالهند كمان مرة رح نرجع نعيد، هو اسمه جلوب. ونقطة الثالثة هي استدامة المشروعات. مثل هون كيف مثلا جوجل عم برعاية المؤتمر هون في يعني بجزء المؤتمر عم سبونسرشيب. طيب هاي كانت يعني مخلص صغير عن شراكتنا مع جوجل. حابب هلا اطلب وعزم سامر على الستيج عشان نحكي شوي بتفاصيل اكثر. شكرا. هاي سامر، كيفك؟ ثانك يو. تفضل. معلش الميكروفون هذا شغال جنبك. مرحبا، هاي اسمي سامر عيد، الاصل من لبنان، برودكت مانجر على جوجل سيرش. واحدة من اختصاصاتي هي جوجل سيرش بالعربي وللمنطقة العربية. أول شيء حبيت إني أشكر ويكيميديا فاونديشن وويكي أرابيا إني عزمتونا ونشارككم بالمؤتمر. ثانك يو جاك إنك تاخذ الوقت وتحكي معي. وكمان بدي أشكر الكوميونتي العربية اللي رغم كل الظروف وكل المشاكل اللي بالمنطقة بدالكم يوفولنتيرين وبدالكم عم تطوروا الموسوعة العربية، وهذا شيء كتير كتير مهم من كذا ناحية، وأهميته هي عالمية لأنه الناس بيطلعوا عليكم وبيشوفوا فعلا أفضل الأشياء بالمنطقة العربية عندها تقدمها. So thank you. شكرا سامر. طيب حكينا شوي، احنا حكيت انا قبل شوي عن الجايدنج برينسيبلز، هم المبادئ التوجيهيه للشراكه.
ممكن تحكي لنا من جهتك او من جهه جوجل شو معنى الشراكه مع ويكيميديا وليش هي مهمه لكم؟ اكيد شراكتنا مع ويكيميديا هي شراكه اول شيء مثل ما انت قلت قديمه. لما بلشت الشراكه في كثير كان ناس من جوجل هن اصلا كمان ويكيميديانز او عندهم اهتمامات بويكيبيديا وجمع المعلومات. او شراكتنا لما بديت عن فلسفه والفيجن تبعيت الشركتين واهدافهم. هي اثنيناتنا حابين انه نجمع معلومات الموجوده بالعالم ونوصلها للمستهلك باسرع طريقه ابسط طريقه وبلاش. هذول هن المبادئ اللي نحن بدأنا فيها. عبر السنين كانت شراكتنا مع ويكيبيديا اكثر مثل ما بيقولوا بالانجليزي اد هوك، يعني لما حدا من جوجل بيلاقي طريقه يساعد بيساعد. ولكن هالمساعدات كانت على طول محدوده صغيره ومش ستراكشر. فبال 2018 صار في احاديث بين الجهتين على انه كيف فيها جوجل تساعد اسا اكثر بطريقه اكبر. ساعتنا قعدنا مع بعض وبلشنا نحكي انه كيف ممكن نحن نجمع هالمساعدات ضمن اطار اوسع. لما جمعناها بالاتحاد قوة، صار في عنا بادجتس اكبر، عنا تناسق اكبر، وعنا اهم شيء اللي هي نرجع للمبادئ. صار اليوم المبادئ عم تتبلور بكل انحاء البرودكتس تبع جوجل مش بس جوجل سيرش، وصار فيها ويكيبيديا تستفاد من هالشيء عبر جميع السولوشنز والتكنولوجي اللي بتقدمها جوجل. كمان من هالناحية شغلة تانية بدي ارجع لشغلة قلتها الأنسة فاليري لما كانت عم تحكي، هي عن السماع. اليوم جوجل مثل ويكيبيديا يشتغلوا على نطاق عالمي، ومن المستحيل انه شركة واحدة تقدر تعرف كل شيء عن كل العالم. بالتالي نحن كثير بنعتمد عليكم انه نتفهم شو هي الوضع اللي عم تمر في المنطقة واللغة، شو هي احتياجات الناس هون، وكيف نحن فينا نساعدهم. وهيدا نوع السماع اليوم انا ونجيب معنا هون جينا لنسمع منكم شو هي الاحتياجات اليوم ونحن كيف فينا نساعد ساعدكم، وبالنهايه كمان نساعد المستهلك العربي اللي عم يدور على هالمعلومات وعم يدور على المصداقيه والشفافيه. اليوم ما عم نلاقيها الا مع ويكيميديا وويكيبيديا. شكرا. تقدر تحكي لنا شوي ليش الاتفاقية أو ليش الشراكة بين ويكيبيديا أو ويكيميديا وجوجل فريدة؟ ليش اليونيك؟ يعني إيش فيها أشياء ميزات تقدر تحكي لنا عنها؟ في شغلة أنا حابب أوضحها عن جوجل، في كثير ناس يمكن ما بتعرفها. جوجل هي شركة كبيرة طبعاً، وطبعاً هي بزنس بالنهاية، يعني إنه it's a for profit company. ولكن الشراكة أسسها هي بين جوجل سيرش وويكيميديا. في داخل جوجل الادز كومباني اللي هن بيسكلي بيعملوا دعايات وبيعملوا مصاري. ادز وسيرش شركتين غير بعض، وبيسكلي بيتواصلوا عبر السي او سوندر. فداخليا بقلب الشركه نحن منفصلين اندبندنت، واهدافنا هي انه نوصل معلومات للناس. فانا كبرودكت مانجر وكل الرؤساء اللي فوقي هن اهدافهم الناس، استفادتهم وميثاقيتهم بجوجل سيرش. لما منجي من هالمنطلق منلاحظ انه انتو كمان ويكيبيديا ويكيميديا والكوميونيتي اوف اديترز اند فولنتيرز عندكم نفس الشيء. هذا هو نفس المبادئ، وهي الميثاقيه والكواليتي والمحتوى هن الاشياء اللي اثنيناتنا بنركز عليهم. بالتالي على الارض لما بنقعد وبنحكي بالبروجكتس اللي بنشتغل عليها منلاقي انه ويكيبيديا موجوده بجميع انواع واشكال المحتوى اللي نحن عم ندور عليه. ومنلاقي انه افضل طريقه انه نحن نساعد المستهلك هي انه نساعدكم تعملوا شغلكم بطريقه اسهل اسرع واقوى. ولكن لنعرف شو هالشيء بيعني للمنطقه العربيه فنحن بحاجه انه نستمع لكم. كرمال هيك الشركه من ماونتن فيو، انا بسان فرانسيسكو، بعثتني لهون لنبلش هالحوار ونكمل هالحوار، وان شاء الله نبني عليه علاقات واسس لمدى طويل. والفكره هي انه نحن ندعمكم بالطريقه اللي انتم بتلاقوها انسب. شكرا. تقدر تحكي لنا شوي عن الصعوبات والتحديات
جنرال يعني بشركات او بتعامل مع جوجل. لما جوجل تيجي لتبني شيء، جوجل شركه تكنولوجي ومنركز على انه نبني تكنولوجي، والتكنولوجي اللي بنبنيها على طول بتكون عالميه ومثل ما نحن بنقولها هوريزونتال، يعني الفكره منها انه تساعد بكثير مجالات ولكن تكنولوجي موحده. هيدا الشيء بيخلق كثير صعوبات، لانه مثلا مع الويكيميديا فاونديشن كل منطقه عندها اهتماماتها وصعوباتها والاشياء اليونيك لها والكوميونيتيز تبعونها. بالتالي واحدة من الاشياء اللي احنا مركز عليها انه نستمع لكم ونستمع لبقيه الكوميونيتيز ونجمع بين احتياجاتكم لنلاقي طرق انه نعملها بطريقه عالميه، مثل مثلا كلو اللي قالها جاك من قبل، اللي هي انه نحن نتواصل معكم ونعطيكم الريسورسز اللي انتم بدكم اياها. لنقدر نتوصل لهيدا اضطرينا نجمع بين عديد من الفرق. مثل ما ويكيميديا ريلاتيفلي ديسنترلايز، جوجل كمان ريلاتيفلي ديسنترلايز، لما بقول ريلاتيفلي هذا بالمقارنه مع شركات عالميه. شو يعني ديسنترلايز؟ يعني نحن كل واحد عنده هدف وعنده فيجن عم بيركز عليه وعم يتعمق فيه، وهذا التعمق بخلينا نولد افكار وتكنولوجيا جديده. لنقدر نوصل بين هالاشياء ونبني عالميا ونطور بسرعه اكبر، عم نضطر انه نخلق هيدي التفاهم بيناتنا اللي حكي مع جاك. هيدي الفورماليزيشن منه كونترا بيجب حيلا جهه انه تعمل شيء بالنسبه للجهه الثانيه، ولكن هي اكثر من ورقه تفاهم انه نبني عليها كيف حنشتغل مع بعض وكيف حنتوصل مع بعض. هيدي شغله بتوفق بين الجهتين وبتخلي البدايه تكون بدايه نور كرمال نقدر نشتغل مع بعض بشفافيه. واحده من النقاط اللي حكينا فيهم هي دعم المجتمع، وبس انت تحكي بالفكره. هلا احنا موجودين بويكي عربيه وان شاء الله اليوم وبكره وبعده نقدر نتناقش ونحكي ونسال الاسئله مع بعض ونتعرف على بعض اكثر، بس شو رايك او شو افكارك بدعم المجتمع على المستقبل؟ اكيد 100%. الاستاذ محمد الاخ من مصر كان عم يحكي شوي على الاشياء اللي طلعت من 2017، وانا بفتخر انه نحن نكون من اللي البايونيرز اللي عم بيحاولوا يبلشوا المشاركات مع ويكيميديا ويغوصوا فيها اكثر. مثل ما بتعرف جوجل بتوفر كثير من الوسائل للاديتورز والفولنتيرز لتساعدهم بشغلهم، سواء كانت جلو سواء كانت اي بي اي ترانسليت او عديد من السولوشنز الموجوده، ونحن بنحاول انه نكمل بهالطريقه ولنفهم عليكم شو هي اللي عم بيصير وشو هي المشاكل اللي عم بتصير. احدى الاشياء اللي نحن بنركز عليها جدا هي قدرتنا على انه نشيل الاشياء اللي انتم مضطرين تعملوها كثير، اللي بنسميها انه نوع من الجراند ورك، اللي هي الاشياء اللي فيها التكنولوجي تحل محلها، مثل مثلا الترجمه، او مثل مثلا انكم تعرفوا شو هي اهتمامات الناس. في كثير طرق انكم تعرفوا شو هي اهتمامات الناس، ولكن نحن عندنا طرق بتسهل وبتسرع، وبالتالي انتم فيكم تشوفوا هالترندز وعلى ضوء تقرروا شو بتحبوا انكم تكتبوا، شو هي المواضيع اللي بتحبوا تكتبوا عنها. الشغله الثالثه كمان بحب انا اني ركز عليها هي طريقه التعامل اللي بتفكر فيها جوجل. لما نحن بنيجي لنحل مشكله عندنا هدفين على طول بيشتغلوا مع بعض. بنحاول نحل المشكله باعلى نطاق وبنفس الوقت باعلى كواليتي. شو يعني؟ يعني نحن اليوم عم نحاول نجاوب مليارات من الناس عن كل اسئلتها. معظم الناس ما بتعرف تسال اسئله، وهذا شيء غريب لانه بالحديث اليومي كل الناس بتعرف تسال اسئله. ولكن شيء يفاجئ انه كثير ناس خصوصا اللي بيجوا جديد على الانترنت ما بيعرفوا يتعاملوا مع الكمبيوتر، ما بيعرفوا كيف يسالوا. هيدي اشياء نحن ما بنحب انكم انتم توجعوا راسكم فيها. فنحن بنعمل عندنا فريق جديد صار عم يشتغل حوالي سنتين تقريبا، مركز على ناتشورال لانجويج اندرستاندينج وناتشورال لانجويج بروسيسنج بالعربي. يعني انه يفهم شو هو السؤال لهالشخص، شو محتوى السؤال، وشو الهدف منه. لنقدر مش بس نوصله على ويكيبيديا، ولكن نوصله على المعلومه اللي بويكيبيديا. بنفس الوقت نفهم شو هي المعلومات اللي بويكيبيديا وكيف فيها تساعد هالشخص. هيدي الاشياء بتساعدنا لقدام للمدى الطويل انه نساعدكم تركزوا على الاشياء اللي بالنهايه المستهلكين تبعكم بدهم اياها.
وطبعا بالنهايه نحن هدفنا انه نورجيكم هالمعلومات وانتم تتخذوا القرارات اللي انتم بتلاقوها مناسبه بالوقت المناسب. طيب سؤال اخير بعدين نسمع من الجمهور اذا في اي اسئله من عندكم. شو احسن طريقه؟ هلا احنا موجودين بويكي عربيه وطبعا تقدر تناقش وتحكي مع الناس هون، بس شو احسن طريقه انه نكمل نكمل الكونفرسيشن مع بعض، نقدر نطرح الاسئله، اذا بيجينا افكار بالمستقبل كيف نقدر نتواصل مع بعض؟ ثانك يو انك سالت هذا السؤال، هذا سؤال كثير كثير مهم وانا بدي عن جد يعني ركز عليه. نحن اليوم عندنا اذا بدكم ثلاث طوابق من المشاركه معكم. عندنا المشاركه العالميه مع ويكيميديا، وبالتالي هذه المشاركه بالنطاق العربي هي عن جاك، عن طريق جاك. فانتوا يعني فيكم دايركتلي تتواصلوا مع جاك وتعرفوا انه الحديث اللي انتوا عم يصير معكم بينكم وبين جاك لما بدكم توصلوا لنا اياه، فجاك معه كل ارقامنا وايميلاتنا وبيقدر يوصلنا اياها. هيدي الشيء كرمال نحل بعض من العوائق اللي موجوده بيننا. الشغله الثانيه هو عندنا نحن جوجل فريق ماركتينج موجود بدبي. اليوم اوقات الماركتينج او التسويق بيفكروا فيها الناس على انه هي انه ياخذوا المسج تبع جوجل ويوصلوها للناس، ولكن الحقيقه انه كمان فريق الماركتينج تبعنا هو من اقوى الفرق الماركتينج موجوده بجوجل، وانا هذا الشيء كثير كثير بفتخر فيه، وحتى اعلى الناس بنطاق عالمي بيشكروا بالشراكه اللي بين برودكت وماركتينج اللي عم بتصير بالسنين اللي صار. والفكره هي انه هذا الفريق عم يبسط كثير من الوقت ومجهود والمصاري انه يتواصل مع الناس على الارض ليفهم شو هي احتياجاتها. بالتالي اذا انتم عندكم افكار، عندكم اشياء بتحبوا تتواصلوا معها وبطريقه اكثر دراكت، في معنا نجيب جرار من فريق الماركتينج بدبي، ونجيب حنعزمه يجي معنا لما تبلشوا تسالونا اسئله. وهيدا الشخص الثاني او الطبق الثاني اللي انتم فيكم تتواصلوا فيه معه دراكت على الشركه. الطبق الثالث هو انكم تتواصلوا مع الفريق بماونتن فيو. انا كبرودكت مانجر بماونتن فيو هدفي اني اوصل رساله المنطقه للفريق بجوجل، للليدرشيب بجوجل، وانه على طول نمي فكره المنطقه العربيه. في شغله كثير محدده عن المنطقه العربيه بحبكم انكم تعرفوها. تاريخيا كانوا اكبر شركات بالعالم خصوصا شركات الانترنت يفكروا انه عندكم امريكا والغرب ومشاكلهم انه هن كثير متطورين، وعندكم الهند والشرق ومشاكلهم وهن عديده، خصوصا انه في كثير لغات متنوعه والناس بعدها عم تيجي على الانترنت. من كام سنه نحن عملنا كيس جديده، طلعنا قدام كل الليدرشيب بجوجل وفسرنا لهم انه لا، في جهه ثالثه للعالم هي الناس اللي موجودين على الانترنت اليوم ولغتهم كبيره وموجودين بقوه، وهدول الناس عندهم كمان احتياجات بين الاثنين، والرائده بهيدا المجال هي المنطقه العربيه. بالتالي المنطقه العربيه صارت رقم ثلاثه على البرايورتيز تبعيت اكبر شركات تكنولوجي، وطبعا بالنسبه لنا جوجل. وهذا الشيء نحن كثير بنفتخر فيه انه نحن اليوم عم نمثل كثير من هيدي المناطق اللي كانت ضايعه بين الاثنين، لا هن مثل الهند ولا هن مثل امريكا. وكثير من التكنولوجيز حتبلش تعمل لها تيستينج اولا بالمنطقه العربيه، وكثير من الاوبرتونيتيز اللي سمعنا عنها، مثلا جاك حكي عن تايجر اللي صار بالهند، بالمستقبل هدفنا انه نجربها اول شيء بالمنطقه العربيه، بعدين ناخذها على مناطق ثانيه، سواء كانت امريكا اللاتينيه او اوروبا الشرقيه، في كثير مناطق عندها مشاكل مثلنا، بس الحلو انه احنا اليوم كلياتنا على اوريدي موجودين على الانترنت، في انترنت موجود، الناس معها تليفونات وعم تقدر تتواصل، يبقى هي هلا الوقت انه نحن نساعدهم، هلا الوقت انه نحن نخليهم يتواصلوا. ممتاز. نجيب ممكن طلع معنا على الستيج؟ طيب ما اعرفش قديش طول لنا وقت، طول في شوي؟ ضبط في وقت، اوكي ممتاز. طيب حابين هلا نسمع منكم، اذا في اي اسئله تفضلوا نجيب وسامر. اكشلي كان نجيب جزء من اليوتيوب. صباح الخير وشكرا لكم عزمتونا هون
معكم. أنا نجيب جرار وأنا I manage the marketing team في جوجل. وشغلي بتواصل بيني وبين سامر بإني أقول له كيف اليوزرز في الوطن العربي كيف بيفكروا، إيش المشاكل اللي بيعانوا فيها في منتجات جوجل، وفي نفس الوقت إيش هي الميزات الجديدة اللي بدهم إياها، حتى سامر والتيم اللي عنده إياه في المونتن بيقدروا يبنوها ويحسنوا من جودة المنتجات اللي عنده. تفضل إذا عندكم أسئلة. ألو؟ أحببت أن أعرف إذا كان هناك مبادئ توجيهية لكيفية المعاملة مع الفجوة المعلوماتية. مثلاً عندما شخص يتحدث باللغة العربية يبحث عن الموضوع ولم توجد إجابات باللغة العربية ولكن وجدت بالإنجليزية مثلاً، كيف يتم المعاملة مع هذه القضية؟ شكرا على هذا السؤال. هذا سؤال كثير مهم ونحن بنفكر فيه كثير، وبنفكر فيه بجميع اللغات. ولما بنفكر بالتكنولوجي بنحاول نفهم كيف فينا نوصل هالمعلومات لبعض. حابب اعطي مثالين عن السؤال اللي انت سالته لانه نحن بنفكر فيهم بطريقه مختلفه عن بعض. عندكم مثلا كثير من العرب بيحبوا يحضروا مسلسلات اجنبيه، في منها طبعا الامريكيه، في اللي كانوا يحضروا نور مهند من تركيا، في اللي بيحضروا الافلام الهنديه. هيدي اشياء عابره، الناس بتحضرها اليوم وبتنساها على بكره، هي منها معلومات دائمه، فهيدي نوع من المشاكل المعينه. من ضمن هالمشاكل هي الاشياء اللي بتصير فوريه، هلا طلع خبر عاجل او هلا طلعت معلومه جديده لسه ما تم ترجمتها على اللغه العربيه. سو هيدا نوع من المشاكل. نوع من المشاكل الثاني هو المعلومات العميقة المتعمقة اللي الناس بتحب تسأل عنها، ولكن مثل ما قال صديقنا محمد من قبل unfortunately بالعربي ما في عليها غير يمكن سطرين ثلاثة بالصفحة. لما نحن بنتواصل فيها أول شيء بنحاول نفهم شو مضمون هالمعلومات، بنورجي إياها للمستهلك بالإنجليزي على سيرش، وبنعطيه القدرة على كروم إنه يترجم الصفحة للغته. هيدي مش انه تحل محل لشغلكم، ولكن بتساعدنا على الوقت المستديم انه نلاقي هالفجوات، بتصير انتم فيكم تعرفوا انه فيها اهتمام، وساعتها بتقرروا اذا كان بدكم تكتبوا مقاله فيها او لا. هيدي جهه. على الجهه الثانيه في على طول بصير مثل تيستينج اكسبيرمنتيشن من قبلنا لنشوف كيف فينا نوفق بين الاثنين، وشو هي الاشياء اللي بتتناسب مع البارتنرشيب بيننا وبين ويكيميديا. لما منحاول نعمل تيستينج لتكنولوجي جديدة، نحن عم نحاول بمثل ورقة التفاهم اللي بيناتنا انه يكون في تمام الشفافية، انه بنيجي لعندكم ولعند ويكيميديا بنعرض عليهم الفكرة، بنحكي فيها، بنحكي مع فعاليات المنطقة من الكوميونتي ومن الموفمنت، وعلى ذوقها بنقرر كيف بدنا نتناسب ونتماشي بهالموضوع. كرمال هيك، سوري هو جواب طويل، ولكن نحن منحاول نتأكد انه نفهم شو هي مبادئ كل منطقة، لأنه بهمنا البارتنرشيب اللي بيناتنا وبيناتكم إنه تنمى وتكبر، وأهم شيء ميثاقيتكم بهالبارتنرشيب إنه مع الوقت تتبلور وتصير قوية جدا، وفيكم تعتمدوا إنه لما أنتم عندكم احتياجات إنه تلاقوا جوجل بظهركم عم تدعمكم. Sorry, there's a gentleman in the back that already has a microphone. But the lady in the front. مرحبا. شكراً أول شيء لجهودكم. الآن بديش أسأل سؤال متعلق بتعليق بس كان عن تجربة شفتها مؤخراً مع جوجل، يعني وعجبني النمط هذا صراحة. إنه في مشروع يعني مؤخراً جوجل بتشتغل عليه مع ويكيميديا تقريباً الموضوع، بس إنه طبعاً أنت طلبت الفيدباك من مؤسسة ويكيميديا حول المشروع، كان النمط اللطيف كان النمط اللطيف في الموضوع المؤسسة برضه توجهت للمجتمع دايركتلي، طلبت رأي المجتمع، مش مثلاً خصصنا أفراد معينين، لا يعني ويكيميديا تعرف في أماكن النقاش فيها وما إلى ذلك، تم طرح الموضوع مباشرة للمجتمع، ويكيميديا جوجل شغالة على مشروع فلان الفلاني، البروجيكت توليدو طبعاً اسم البروجيكت، شغالين في مشروع مؤسسة ويكيميديا، شو رأي المجتمع العربي؟ كان في صفحات توضيحات للموضوع، شو التأثير اللي راح يأثره؟ فهون كان اللطيف، هون صراحة يعني أنا كنت يعني المسؤول عن إدارة النقاش هذا في المجتمع العربي، وبالإجابة عن أسئلتهم مع المساعدة من مؤسسة ويكيميديا،
لقيت انه المجتمع حابب يتفاعل، حابب يوصل كثير من الاراء اللي عنده لجوجل. يعني حتى انا خصصت صفحه كامله من الفيدباك كانت بس فيدباك لجوجل بعيدا عن المشروع، يعني فيدباك عام لجوجل. فانا كنت بس بدي انه نحاول النمط هذا يضل موجود، لانه التواصل اي تمام، يعني ممكن انتم تحبوا التواصل يكون عن طريق مؤسسه الى ذلك، ولا دخلنا في المجتمع مباشره، انه مثلا على مستوى الاوتوماتيك ترانسليشن اللي بتستعملوها مثلا، شو راي المجتمع؟ هو انا بخصص على ويكيبيديا، يعني بتكلم بما انه ويكيبيديا يعني الفيرست سيزر بتكون دائما، شو راي المجتمع ويكيبيديا مثلا، او شو تعليقاتكم على الاوتوماتيك ترانسليشن تبع جوجل بالنسبه ل لانه كثير كلام كثير يعني، والناس اللي انا صراحه انا شفت وعندها اراء وعندها تعليقات وعندها امور ممكن تساعدكم تحسين الامور، وبنفس الوقت بتاثر علينا، لانه زي ما انت عارف حاليا صارت الشراكه مع مؤسسه ويكيبيديا كثير، يعني مثلا على مستوى الاوتوماتيك ترانسليشن انا بحكي اكثر شيء صاروا يعتمدوها بالتولز انه كونتنت ترانسليشن ترجم مباشره من جوجل. بس انا هي النقطه كنت حابب اعلق عليها، انه نحاول يكون دايركتلي مع الكوميونتي طبعا عن طريق المؤسسه، ونسمع من المجتمع وانتم يوصلكم الكلام، ويا ريت لو تكون اللي هي قناه التواصل والله مثلا انه في اسئله في 1 2 3 4 شو جواب جوجل عليها عشان نوضح للمجتمع، لانه المجتمع انت عارف مش كل الناس بتكون ماخذه الفكره بشكل كامل، يعني بتكون ماخذه بشكل سطحي مش فاهمين الديب عندكم او انتم بتشتغلوا على شيء. بس هي النقطه اللي كنت عارفها. شكرا شكرا كثير، وشكرا للتعليق، وشكرا ل your leadership انك اخذت الموضوع وفتت فيه وبسطت فيه. الحقيقه هي انه نحن عم نجرب اوقات انه نحكي مع المجتمع، ولما بنلاقي انه في حيويه بالرد وبالاخذ وبالعطاء وبالاسئله، نحن كمان نتحمس انه نشتغل معكم على طول. لما بنكون عم نبلش شيء جديد بنحب انه نبلش دغري مع الفاونديشن ونكون واضحين معهم، وخليهم هن يلاقوا الطريقه المناسبه انه يشتغلوا معكم. ولكن ان شاء الله لما نطور علاقاتنا، نحن بالنهايه اليوم عم نتعرف على بعض، لما نطور علاقاتنا ممكن يصير في طرق، نلاقي طرق اسرع، طرق اسهل، طرق اسلس انه نشتغل فيها. بس برجع وبقول لما انتم بتورجوا اهتماميه ودعم على الارض، بنسميها اورجانيك يعني من عندكم، بتلاقوا نحن عملنا كمان الشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا حيتحمسوا اكثر انه يجوكم بافكار جديده ولا يسمعوا لافكاركم وياخذوا اياكم معكم. طبعا بكوننا شركه publicly traded يعني بيتم فيها التجاره على الاسهم، ما على طول فينا نجاوب على كل الاسئله دايركتلي، بنضطر اوقات ناخذ وقتنا لنحكي مع الناس المتخصصه لنلاقي الاجوبه المضبوطه، وهذا الشيء بدي اعتذر عنه يعني ahead of time، بس هاي هي حقيقة البزنس اللي نحن فيه، وانه اجوبتنا اوقات مثلا للمنطقة العربية ممكن حدا ياخذها عالميا، بالتالي نحن لازم نفكر بكل خطوة. اسمح لي اضيف على اللي حكاه سامر كمان، انا بعرف الصفحة تبعت النقاش اللي هي مخصوص لتوليدو، ممكن احنا مقصرين شوية في ان نرد، لكن احنا بنسمع كثير، في عندنا تيم كامل بس بتطلع على ايش هي الفيدباك للمستخدمين، وخصوصا المستخدمين النشطين الباور يوزرز اللي موجودين بيستخدموا التولز. فكتير من الفيدباك اللي انعطت على الترانسليشن ترانسليت كيت اللي كانت موجوده صارت بجز وفتحناها احنا عندنا جوا موجود، يعني حتى انت ممكن بتلاحظ في اشياء منها اليوم تصلحت وجاهزه. هذا لانه احنا بالعكس جميل جدا انك انت جمعت كل المعلومات هذه في صفحه، احنا موجودين وبنسمع كمان ايش ما كانت التعليقات اللي بدكم اياها على اي من وسيله التواصل الاجتماعي او عن طريق الايميلات او عن طريق هذا الكلام. في عندنا تيم بفلتر هذا الكلام وبيحكي مع الانجنييرز عليها، لكن للاسف مقصرين شويه ان نرد. جزء من هذه في شغلات زي ما بنقدرش عليهم مباشر نرد عليه زي ما شرح سامر، وشغله لانه كميه الفيدباك ضخمه جدا، ممكن حنحتاج تيم تامي يعني بس عشان نرد لهذا الكلام، مش عذر، فسامحونا على قله الرد في هذا الموضوع. معلش انا عايزه اسال، مش ليه هسال لوسي هي باحثة وكانت عايزه تسال، هي كانت بتقول ان المايكرو فتحت مؤخرا زي مي سوشيال في غانا، وكانت بتسال هل مي سوشيال ده هيبقى ليه علاقه باي مساله او امور متعلقه بجوجل في الوطن العربي، هل هتقدم له اي دعم؟ ولو لا، هل جوجل عندها اي خطه في المستقبل انها تفتح برضه مكان يبقى ليه علاقه بدعم المجتمع العربي في الوطن العربي؟ I'm gonna answer it in Arabic and I can translate it later on. الريسيرش سنتر اللي بنحكي عنه هو كان برا
مركز لأبحاث الذكاء الاصطناعي اللي فتحناه في غانا. طبعا اختياره في غانا ما كان صدفة، الهدف منه انه نركز على أبحاث الذكاء الصناعي ونسمع من ريسيرشرز برا أمريكا أو أوروبا برضو كمان حتى نعرف يكون متأكد في عنا تعددية في الآراء وتعددية في أنواع التفكير لما إحنا نبني مبادئ الذكاء الاصطناعي. فوجوده في غانا بيسهل على الباحثين من جميع أفريقيا إنهم يقدروا يتواصلوا ويشتغلوا معاه مباشرة. في الوطن العربي احنا ما بعرف قد ايه منكم حدا عارف، بس قبل كم من شهر احنا اعلنا انه عدنا افتتاح مكتبنا في مصر والحمد لله يعني. فهذه خطوه بدايه طيبه على انه احنا يكون عندنا تمثيل اكثر في الوطن العربي وان شاء الله يمتد لدرجه اعلى. Thank you for your question. I think your question was more related to the AI lab that we opened in Ghana. We opened that AI lab to ensure that we have diversity of decisions and information when it comes to building AI and deciding AI principles and hearing from researchers from different places, not only in the US or in Europe specifically. The lab in Ghana serves has researchers from all over Africa, and it serves and hears and communicates with researchers from all over Africa, including researchers from the Middle East at the same time. I hope some of you are aware we recently announced that we're reopening our office in Egypt, which is a step in the right direction of us being present in more countries in the region as well, and more to come hopefully in the near future and next year. السلام عليكم. أنا كان عندي سؤالين. أولاً كيف ممكن لجوجل إنها تساعدنا في تطوير جوجل ترانسليشن؟ عشان إحنا بنستعمله جداً في تحليل فكاهة العربية لأولا، وعشان هو أكيد جداً في المصطلحات في الترجمة، فده بياخد مننا وقت. غالباً بنلاقي مقالات مو ترجمة تلقائياً في ويكيبيديا، فبتكون ترجمة ركيكة. إحنا كمحررين لازم نعيد الكتابة ده أولاً، ده شغل لينا. ثاني حاجة لو جوجل عندها مشروع إنشاء قوانين تخصصية، عشان في ناس بتكتب في الطب وفي ناس بتكتب في القانون، فالزاوية دي عندنا فيها فراغ ويكيبيديا من ناحية الكلمات ومن ناحية القوانين مش بنلاقي. كمان لو في لو ممكن محرك البحث كده يساعدنا في صدارة الكلمات اللي عليها الشائعة، فهمني، عشان العناوين والحاجات دي. فدي بالنسبة لنا احنا مشكلة كمحررين بنلاقيها في خصوصا القواميس التخصصية بالنسبة للطب والقانون والحاجات دي. وكمان السلام عليكم. انا عندي سؤال واكثر تعليقا من كوني سؤال، باعتباري مهتم بالثقافات الشعبية والثقافات المحلية والثقافات الغير مدونة والثقافات المدونة. نعلم جيدا تأثير اليوم التكنولوجيا المعلومات أو ويكيميديا المحتوى الويكيميديا في استعمالاتنا، بعض المفردات استعمالاتنا اليومية في تداول اللغة. أحب فقط في النقطة التي أضافتها الأخت إضافة كلمتين. نحن نتحدث عندما نتحدث عن الترجمة، عن جوجل، عن ويكيميديا، نتحدث ربما عن نقطتين، هي اللغة ومسألة أخرى قد نسميها جيوسياسية أو نظام جيوسياسي جيوبوليتيك. إذا نظرنا إلى اللغة من منطلق مثلا جيوسياسي محلي مرتبط بالأرض، فلكل بلد سياسات لغوية مختلفة، تراتبيات لغة مختلفة، مثلا من اللغات العالمة إلى اللغات الغير عالمة. في المغرب قد لا يكون نفس الشيء في تونس، قد لا يكون نفس الشيء في مصر. في نفس الوقت نرى أن مجهودات جوجل وويكيميديا هي تبدأ من مراكز مثلا من دبي أو من مصر أو من غانا. فهنا نحن أمام نظام جيوسياسي آخر ورؤية أخرى لمجال تداول اللغات وفهم آخر للغات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إلى أي حد مثلا نرى مثلا تأثير نظام الترجمة الفورية والآلي
أو نظام الترجمة الذي يدعمه جوجل في استعمال اللغات، ومدى التعامل مثلاً مع مؤسسات حكومية باعتباره هو مؤسسة مستقلة، ربما هي مؤسسة تابعة للسوق، السوق تحكمه شروط مختلفة. الحكومات منذ قدم طورت مؤسسات أخرى تهتم باللغة، في اللغة العربية سنتحدث عن مجمع اللغة العربية، ربما هو نظام obsolete somehow، أي لا نستعمله أكثر، لكن هل هناك رؤية للتعامل مع حكومات مع مشكل السياسي في ذلك، لأن كل حكومة عندها رؤية سياسية لاستعمال اللغة؟ أتمنى أن يكون تدخل واضح. نأخذ سؤال آخر ومن بعد نختم الجلسة. بالنسبة للريفيرونسمون أورانج، هل مقال ويكيبيديا أي مقال له الأولوية في الرانكينغ حتى ولو المضمون يكون ضعيف ولا هذه هذا سؤال، لكن ملاحظة هل بيت اسم الشراكة عنده أولوية في الرانكينغ مقال هو أول في السيرش؟ اوكي سو هاضطر انا للموضوع اللي حضرتك طرحته ب ريليتيفلي بسطحيه، بحب احكي معك اكثر عنه، ولكن هو الموضوع اللي انت طرحته هو كثير معقد وكثير مهم، وهو الشيء نحن كثير بنركز عليه وبنحاول نتفهمه. اللي حركز عليه هي النقطه الجيوبوليتكس اللي حضرتك عرضتها، هي بكل بلد جوجل بيحترموا القوانين وبيتبعوها، ولكن نحن هدفنا انه نساعد المستهلك بقدر المستطاع، وهذا اللي احنا بنركز عليه، وهذا اللي احنا بنبني كل الاسس تبعتنا فوقه. ومن عبر الوقت كل ما نفهم المستهلك اكثر بصير فينا نوصل للمعلومات اللي هو بده اياها بطريقه افضل. كرمال الفروقات بين اللغات اللي حضرتك عرضتها، في شغلتين. أول شغلة هي ضخامة اللغة العربية، لما بتفكر فيها من ناحية 400 مليون شخص بتكون موجودة على نطاق عالمي أمام المليارات الموجودة عالمياً. ساعتها فينا نحكي العربي مقابل الإنجليزي مقابل الهندي مقابل الإندونيسي، مظبوط؟ إذا منغوص بتفاصيلها وصلنا نحكي عندك مليون هون ومليونين هونيك، هيدا الشيء كثير مهم ونحن بنحترمه وبنعتمد عليكم انكم تدعموه وتطوروه، ولكن ما بيعود فينا نعمل تكنولوجي موحده لا تتواصل عليه كلياته وتغوص بكل وحده معينه. سو سكيلابيلتي او ايكونومي اوف سكيل هي شغله نحن بنركز عليها كمان ومفكر فيها لما بنبني هوريزونتال تكنولوجي. ولكن في اوضاع او مواضيع معينه ما فينا نتوصل له الا ما نستعمل اللغه المضبوطه، بالتالي هذا هو الوقت المناسب انه نحن نرجع نوصل المستهلك لعندكم لانتم تفسروا له اياها بالطريقه المضبوطه. وبعتقد نجيب في يحكي اكثر عن هذا الموضوع، بس حابب كمان اجاوب الاستاذ عن موضوع الرانكينج. موضوع الرانكينج اللي نحن بنعتمد عليه هو fair and honest ranking، وهذا نوع من الديمقراطيه بالرانكينج. نحن في شغلتين ممكن انت تشوفها، ممكن تشوف اجوبة ويكيبيديا على النولج بانل، الكارت اللي بيجي على الصفحة، بهذا النوع بيكون تم التوافق على مصداقية الموضوع اللي جاي من ويكيبيديا، وساعتها بنورجيها بأعلى بوزيشن ممكنة. أما اللينك تبع الصفحة ذات نفسه لما بيبين لحاله فهذا organically ranked مقابل كل شيء تاني موجود على الإنترنت بنفس المعايير اللي فيك تلاقيها على developer.google.com وبقية الصفحات تبعيتنا، وهيدي الاتفاقية ما بتأثر على الرانكينج أبدا بأي شكل من الأشكال، ولكن الطريقة اللي عبر اللونج تيرم لما نطلع لقدام كيف منأثر على الإنترنت بكيانه هي بوجود معلومات أكثر، بوجود معلومات متبلورة أكثر، يعني صفحة ما عليها بس سطرين ولكن صفحة كاملة عن الموضوع، واللي بتوصلنا للمصداقية بالموضوع وميثاقية المستهلك لهذا الموضوع، بيصير بتطور قدرتنا على أن نورجي ويكيبيديا بموقع أفضل.
ولكن إذا كانت المعلومات ضئيلة أو من ذو مصداقية عالية بصير صعب أن تبين بالمناطق العالية. بس الشغلة حابب أنا أوضحها هي أنه البارتنرشيب تبعيتنا ما بتأثر على الرانكينج بأي نوع من الأنواع. الرانكينج تبعيتنا هي مفهوم عالمي ذو الأونست ريزولتس والهاي كواليتي ريزولتس. وإذا بقدر أضيف على الجواب لحضرتك، بالعكس التنوع الأقليات في الوطن العربي شيء كمان مهم. إذا بتلاحظ مثلاً ونحاول إحنا ندعم بأكثر قدر ممكن حتى لو إنه دعم خارج اللغة العربية، يعني مثلاً بتلاحظ إنه إحنا قاعدين ندعم البحث باللغة الكردية واللي هي اللي بتحدثوها عدد صغير جداً مقارنة بالعدد باللغة العربية، لكن أنت إذا بتروح على الدول في العراق مثلاً هتلاقي إنه إحنا بنقدر ندعم باللغة الكردية مثلاً. وجديد أطلقنا اللغة السريانية، صح؟ متحدثين اللغة السريانية في لبنان وسوريا وفلسطين عدد ضئيل جداً، لكن حتى نتأكد أنه التنوع العرقي تبعهم موجود وبيقدر يسألوا الأسئلة اللي هم بدهم إياها إحنا دعمنا لإلهم. جوا اللغة العربية ما حطينا لهجة أعلى من لهجة، يعني مثلاً البحث الصوتي في اللغة العربية بدعم 15 لهجة عربية، 15 أو 16 لهجة عربية مختلفة، بتفاوت الجودة للدعم بين كل واحدة للتانية لأنه البحث باللغة الصوتي باللغة العربية بيعتمد على أدي على الناس اللي بيستخدموه، فكل ما يستخدموه أكثر بعملها، لكننا أخذنا سامبل وأطلقناه بشكل متوازي بين كل اللغات، يعني ندعم اللهجة العربية الفلسطينية مثلاً واللهجة العربية الأردنية واللهجة العربية اللبنانية واللهجة العربية التونسية واللهجة العربية العمانية حتى لو كانت صغيرة، أو العربية القطرية. هم بلاد صغيرة، تحكي عن 600 أو 800 ألف الناس اللي بيحكوا بهذه اللهجة، لكن أكدنا إنه هذه موجودة لما الناس بتحكي بصوت. وهذا برجع على البرنسيب الأصلي اللي أنا حكيته للست، إنه الهدف الأساسي نقدر نفهم الشخص إيش بيحكي وإيش اللي بطلبه منه، صح؟ طبعا هذا جزء معين في مشاكل فيها. لما شخص يسألني طريقة عمل الكفتة في مصر مختلفة عن لما حدا في لبنان أو في الأردن يحكي طريقة عمل الكفتة، كفتة في لبنان مختلفة عن كفتة في مصر حتى شكل ونوعية كمان، لكن جوجل لازم يفهم، لازم يفهم أن هذا الشخص في لبنان اللي بعنيه في الكفتة مختلفة، أو سوري اللي بعنيه في الكباب مختلف عن اللي بعنيه في مصر في الكباب. هاي المشكلة حقيقية ومنواجهها يعني ومنتحسن فيها كل فترة وفترة. شكرا جزيلا جاك وسامر ونجيب على اللقاء هذا. خلال ايام المؤتمر راح يكون عندنا في نفس الروم مدخل على النولج اكويتي، وفي الروم بتشفين على الجلام اكسبيرينس، ونعطيكم 5 دقائق باش تاخذوا الحلويات and some candies before going to the H room. We'll be having here knowledge equity for Indigenous and the other room even just being glam experience in Tunisia. Thank you.